Baba avata adros nembenioten ebeskobos avada avi epsho oi sari e Otna nembiko e vole te e nenovi. Eleison imas o Theos o Patir o Pantokrator Panagia Trias eleison imas a choice of not in tenigum shopping manje emon in tanin o voithos. Make us all worthy to pray thankfully and say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. In Christ Jesus our Lord, for then is the kingdom, the power, and the glory for us. Shlil Evie brosevki estasite Irini pasi Ketob neuma ti eso Maren shibemo tututu perevrasna nevo Vohinaitiv notivi otim bichoisu open noti O open sotir iso os bi echresto jeferes kebazi negona fer voicineron av areheron af shoptener af tia so eron af tito tenevintin shahriye tai ono sains of umaratir fopos tif areheron chempaike goreswa faim naturun teben onch Ten herin in even and jepi pantokrato orb choice penoti bros avexaste iriele eso Master Lord God the Pantocrator, the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ. We thank you for every condition concerning every condition and every condition. For you have covered us, helped us, guarded us, accepted us unto you, spared us, supported us,
and have brought us to this hour. Pray that God may have mercy and compassion upon us, hear us, help us, and accept the supplications and prayers of his saints, for that which is good on our behalf at all times, and to keep the life and standing of our honored father, Pope Papa Theodoros II, and his partner in the apostolic liturgy, our father, the Bishop of David, and forgive us our sins. Lord, have mercy. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام في مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر بالنعم والرافات حبة البشر الآن وكل أوان وإلى دار الدهور أمين لعل مستعطين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض كففنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك وكل مجد لأبد أمين تفضلوا ارتاحوا احنا فرحانين النهارده خالص بنحتفل بتذكار العاشر لنياحة أبينا ورعينا مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث زي ما قال سيدنا نيافة الأنبا ديفيد سيدنا له بصمات واضحة مش ممكن أبدا تتنسي أو تتمحي كلنا تربينا على أيديه وتلمزنا على كلامه على تعليمه على عظاته احنا فرحانين خالص وبنشكر سيدنا على البركة الكبيرة اللي ادهلنا أنه يعني سمح أنه الكنيسة هنا تستضيف الاحتفال ده وناخد بركة سيدنا وبركة كل الأباء بركة حضورهم وتشرفهم النهاردة بركة كبيرة خالص الكنيسة النهاردة يعني يوم عيد أنه سيدنا يبقى موجود وكل أبائنا المباركين الأجلاء يبقوا حاضرين معنا النهاردة ومباركين الاحتفال ومباركين الكنيسة ومباركيننا كلنا بوجودهم أستأذنكم بس بليز لو حد دخل بأكل أو شرب في الكنيسة ممنوع أكل وشرب في الكنيسة خالص لو في حد معاه حاجة بيأكلها أو بيشربها بليز مفيش أكل وشرب في الكنيسة خالص تصابونا رفائيل عزمي الأباء فوضون هو يقدم الاحتفال النهاردة إن شاء الله نستمتع مع بعض ونستمتع بقداسة البابا شنودة معنا بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين حقا يا إخوتي تقف الكلمات عاجزة عن وصف ما يدور بداخلنا في تلك اللحظات ونحن نجتمع اليوم معا لنتذكر سويا قديسنا معلم الأجيال مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث حيث تمتزج داخلنا مشاعر الفرح بالدموع بالشكر بالعرفان بالوفاء لهذا القديس العظيم الذي كان ولا يزال مثلنا الأعنى ومرجعنا في الإيمان والرعاية والمحبة والحسم والحزم والتعاطف واللطف والتسامح والعطاء والتفاني والرحمة والبساطة والحكمة ويعوزني الكثير والكثير من الوقت يا أحبائي لكي أسرد لكم كل ما تعلمناه وما زلنا نتعلمه منه نحن كرجال كهنوت ونعلمه لأولادنا
كان لنا بمثابة السراج المضيء وسط ظلمة العالم. وما تعلمناه جميعا في حياتنا الشخصية والذي ما زلنا نهتدي به مع كل تحدي من تحديات الحياة، فقد كان البابا شينودا بمثابة نهرا متدفقا في المعرفة والإرشاد، وقد ارتوت منه أجيالا كاملة وما زال يغذي الكنيسة ويرويها إلى يومنا هذا وإلى وقت مجيء المسيح. واليوم وبالرغم من مرور 10 سنوات على فراقه لنا بالجسد، إلا وأن كلماته وتوصياته ما زالت محفورة في قلوبنا، عالقة في أذهاننا، نسترجعها دائما ونهتدي بها كلما ازدادت الحياة ضجيجا وتعالت الأصوات واختلفت الآراء. لقد كان صوته دائما يحرك مشاعرنا وضمائرنا في اتجاه الحق الكتابي، ويعزف على أوتار قلوبنا أروع سيمفونيات التسليم. لقد علم البابا شنودة أجيالا بأكملها بالتعليم النقي المستقيم الذي لا تشوبه شائبة، وتفانى في حماية الإيمان الأرثوذكسي السليم المسلم مرة من القديسين، وتفصيل كلمة الحق باستقامة حتى النفس الأخير في حياته على الأرض. ولم يمنعه المرض أو عجز الجسد عن القيام بدوره على أكمل وجه، فلقد ظل يعمل ويعمل طيلة 41 عاما متشبها بسيده، عندما قال: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، تاركا لنا كنيسة قوية مزدهرة محتضنة لأولادها في كل بقاع الأرض، بعد أن نقل كنيستنا المجيدة من المحلية إلى العالمية وأصبح لنا كنائس في كل مكان على وجه الأرض. لقد كان البابا شنودة بالنسبة لنا أبا بمعنى الكلمة، ودور الأب ليس تهيئة الطريق لأولاده فقط، ولكن دوره أن يهيئ أولاده للطريق. ولأجل هذا نجد أن قداسة البابا بالرغم من وجود من مرور 10 سنوات إلا ما زلنا وسنظل نصير في الطريق الذي هيأتنا له يا أبينا المحبوب الغالي. وقبل أن نبدأ حفلنا الليلة، دعوني أولا أن أتقدم بالشكر إلى رب المجد يسوع المسيح الذي سمح وأتاح لنا هذه الفرصة العظيمة أن نكرم شخص ليس مثل كل الأشخاص، إنه أثناسيوس القرن 21، إنه يوحنا ذابهي الفم، مهما قلنا عليه لأنه في حقه. نشكر ربنا اللي أتاح لنا الفرصة لنتذكر قديسنا البابا شنودة الثالث تنفيذا لوصية الكتاب: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم، عبرانيين 13:7. نتقدم أولا بالشكر لأبينا المحبوب حضرة صاحب القداسة والغبطة قداسة البابا تودروس الثاني، أبينا وراعينا الذي نكن له كل الحب والاتضاع والخضوع والطاعة، على مباركة هذا الحفل بكلمات مضيئة في هذه الذكرى الطيبة. الشكر الآخر لأبينا المحبوب والتلميذ النجيب لقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، أبينا المحبوب جزيل الاحترام نيافة الأنبا ديفيد، الذي بارك هذا الحفل وشاركنا في كل خطوة من خطوات تحضيره. الشكر لكل أباء مجمع كهنة نيويورك نيو إنجلاند نيو جيرسي على تعبهم في تنظيم هذا الحفل. شكر خاص
لكنيسة القديس العظيم الأبانوب النهيس شهيد أبانوب والقديس الأنبا أنطونيوس الأباء الكهنة والشمامسة والخدام والشعب على المجهود الرائع الذي بذلوه في هذا اليوم المبارك ليخرج بهذه الصورة المفرحة لنا جميعا. كما نتقدم بالشكر لحضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية أسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الذي أتاح لنا نقل هذا الحفل على قناة ميثات، ونشكر الأخوة الأحباء القائمين على قناة المقرر الذين ساهموا في نقل هذا الحفل على الهواء مباشرة لكل البقاع. نبدأ فقرات الحفل بترنيمة حلوة، يمكن أول ترنيمة اتقالت بعد نياحة أبينا المحبوب قداسة البابا. قداسة البابا قال كده كلمة حلوة، قال لقد عشت زماني كله في قلوبكم وما زلت أعيش. هو فعلا لسه عايش في قلوبنا. أحد الشعراء كده قال تعبير حلو، قال فيه، قال كده عارف لما الضحكة تدخل جوه القلب وتفرش فيه، ضحكة تدخل جوه القلب وتفرش، عارف قلبك كم مليون عاشوا في وسطيه، قلب البابا كم مليون عايشين في قلب البابا. ضحكة البابا الناس اللي كانوا يشوفوه بس على شاشة التلفزيون كان الفرحة بتدخل في قلوبهم، واحنا كلنا ولاده كنا بنشوفه بننسى الدنيا، بننسى الدنيا واللي فيها. عشان كده البابا موجود جوه قلوبنا وهيفضل جوه قلوبنا. ترنيمة بتحمل حاجتين، تحمل رسالة وتحمل حقيقة. حقيقة ان البابا شنودة كان وما زال وسيظل محتلا مكانا داخل قلب كل واحد فينا. ورسالة بنقول له ان احنا هنفضل على العهد ما حيينا، سنظل متمسكين بالتعليم الأرثوذكس السليم والخالي من الشوائب الى ان نلتقي جميعا في المجد. نستمع سويا مع هايدي منتصر والشاعر رمزي بشارة وتصميم للترنيمة لأبونا يوسف سمير وترنيمة جوه قلوبنا يا بابا شنودة. عشان يا بابا شنودة
عليه وما فيش مجال إلا لو كان عنده خبرة كبيرة فيه استنى ليك يا رعينا في كل يوم دايما بيضحك ابتسم على طول بشوش وقت الغموم خبر في رسم الابتسام على الوشوش إبليس يقوم يحاربوا مهما يحاربوا برضو ما يحزنوش اشتنى ليك يا رعينا شكر خاص لقناة لوغوس، هي معانا برضو بتنقل الحدث. ربنا يبارك في خدمتهم ويعوضهم خير. كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدرور، أمين. نستمع الآن إلى كلمات النعمة من فم أبينا الطباوي صاحب الغبطة والقداسة، قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني. نتذكره في 10 سنوات بعد رحيله، ولكنه ما زال حاضرا بيننا، حاضرا بيننا من خلال صوته، من خلال عظات، من خلال الكتب، من خلال المواقف، ومن خلال الزيارات، ومن خلال المعاملات، وأيضا من خلال الشخصيات التي تعامل معها. ما زالت رائحته الطيبة حاضرة في وسطنا، ونحن نقول دائما أن ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد. عاش مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث في خدمته كبطريرك لمدة 40 عاما، كأسقف للتعليم قبلها حوالي 10 أعوام، فكأنه قاد الكنيسة في فترة تقترب من نصف قرن. ولذلك تأثيره وحضوره وسيرته وأقواله كلها معروفة في وسطنا، ونتعلم منها وتعلم أجيال، وبالحقيقة أطلق عليه لقب معلم الأجيال. نحن نتذكره بكل خير، ونتذكره في السماء مصليا وشفيعا من أجلنا ومن أجل الكنيسة في كل مكان. ونحن نحيي إقامة هذه الذكرى سواء في مصر أو خارج مصر، لأننا ننفذ وصية الكتاب المقدس: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الحق. نحن نذكره بكل خير، ونطلب صلواته من أجلنا للكنيسة في مصر والكنيسة في المهجر. وأحييكم جميعا الذين تشتركون في إقامة هذه الذكرى الطيبة. نصلي أن يرفع طلباته وتشفعاته من أجلنا جميعا، لكي ما نكمل أيام حياتنا في السلام من. شكرا سيدنا. عايز اقول حكاية صغيرة حصلت يوم نياحة قداسة البابا. كنت هنا في امريكا، طلبت من سيدنا انبا ديفيد انزل، وقال لي لا ما ينفعش الورق بتاعك لسه. وقعدت وانا حزين جدا وبالدموع، وبعد ما صليت القداس بحوالي 2 3 ساعات لقيت شاب من بيون هنا بيتصل بيا وقال لي تعالى لي الحقني ضروري.
رحت لقيته منهار في البكا والعياط. بقول له مالك يا ابني؟ قال لي انا عمري ما شفت البابا شنودة ولا تعاملت معاه. لعمري شفته ولا تعاملت معاه، بس بسمع عنه زي اي حد. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي امبارح انا شغال في نيويورك في مصنع معين، وانا طالع من المصنع مع مجموعه من الاصدقاء خدنا اوفر دوس وحالتي بقت صعبه جدا، وصلت للموت. جم في القطر اللي بيجي على بايون هنا، رموه في القطر وسابوه، وقال انا ترميت على الكرسي نايم لا عارف محطه ايه ولا ايه، وحسيت ان انا مت خالص. واول مره اتاخر التاخير ده كله لغايه 4 الصبح. فمامته في البيت لما لقيته اتاخر وسمعت بنياحه البابا، قالت له يا بابا شنودة رجع لي الولد. هو وميت في القطر ده خالص لقى البابا شنودة كان وصل خلاص، بيلوم سبوه لسه ادوله فرصة تانية وقومه وقال له انزل المحطة بتاعتك اهي. هو مش حاسس باللي بيحصل، خد بعضه ونزل وراح البيت ونام. الساعة 2 الظهر مش حاسس بحاجة، بيقول لهم انا عايز اروح للبابا شنودة. قالوا بابا شنودة تنيح النهاردة ازاي؟ ولقيته كلمني. وكانت فعلا يمكن معجزة بقالها 10 سنين، ولكن واجب علي ان انا اقولها النهاردة، انقذ هذا الشاب من الموت بصلوات امه. والولد ده كان فعلا حياته وحشة جدا، قرب من ربنا ببكرك حبيبنا وأبينا الطباوي مثلث رحمات البابا شنودة. بابا شاعر كتب قصائد كتيرة وكلنا استمتعنا بيها. نستمع النهاردة مع قصيدة يا إلهي أعمق الحب هواك، قصيدة بتخاطب هنسمعها أحسن لأباء مستعدين. ربنا يبارك وتكون سبب تعزية لينا كلنا. تفضل. القصيدة دي ايه؟ كتبها قداسة البابا شنودة في الأيام الأخيرة في وقت مرضه في كليفلاند، يعني مش من القصائد القديمة زي قلبي الخفاق أو أنت لم تنصت، لكن اتكتبت في نهايات حياته.
قد رآه قد رآه أنت ملء العقل والقلب معا ليس لي قربة العمر سواك ليس لي في غربة العمر سواك الناس أجذبهم لك أنا في الوحدة أستوحي ندا أنت أصل الكون يا رب الورى كل مجد الكون صاغته يدا صاغته يدك يا إلهي أعمق الحب هواك يا إلهي اشتهاء أن أراك اشتهاء أن أراك في جمال أنت حسني أنت ربي أنا أحيا في حما فيك ما يشبع قلبي دائما إيه ربي متعة القلب رضا إيه ربي متعة القلب رضاك يا إلهي أعمق الحب هواك يا إلهي الاشتهاء أن أراك الاشتهاء شفنا موهبة جديدة في سيدنا حاجة رائعة بتفكرنا
بقداسة البابا وهو بيقول الترنيمة القصيدة الحلوة دي. وعلى فكرة القصيدة دي من تلحين الدكتور الفنان راجي كمال، وأداء رائع لأبونا المحبوب صاحب اليافا الحبر الجليل أنبا ديفيد. غريب عشت في الدنيا، إننا نعيش في هذا العالم بالإيمان ونتركه أيضا بالإيمان، عالمين أننا في غربة وستنتهي وسنصل إلى وطن آخر سماويا. وقد كان لسان حال البابا شنودة دائما يقول مسيرها تنتهي. ما أعظم الكلمة التي تعزينا وسط الألام وتنير ظلام هذه الغربة الموحشة. كان دايما قداسة البابا يقول أذكر باستمرار أنك غريب على الأرض وأنك راجع إلى وطنك السماوي. دعونا نستمع إلى قصيدة غريب عشت في الدنيا من ألحان قداسة البابا وتلحين دكتور فيصل. حينما تجد كل الأبواب على الأرض مغلقة أمامك، ارفع نظرك إلى فوق فتجد بابا مفتوحا في السماء. الله هو الذي أسس الكنيسة، والله هو العامل فيها، والله هو حاميها، وقال عنها إن أبواب الجحيم لن تقوى عليه. الحرب للرب، الحرب إيه؟ للرب. والرب قادر أن يغلب بالكثير وبالقليل. إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكره لنا الله. إن في مواجهة كل مشكلة في ثلاث كلمات الواحد يقولها: ربنا موجود وكله للخير ومصيرها تنتهي. لي عتاب فاستمعني وأمل يا رب أذنا، أرضك الفضلة التي ازدادت على الأفلاك حسنا، استذلت واستبيحت لم تعد أهلا لسكنا. لازم الأسقف المطران البطرك، لازم كل واحد، والأسيس أيضا، لازم كل واحد من دول يكون طويل البال، لا يزعل بسرعة ولا يتضايق بسرعة ولا يغضب بسرعة ولا يعاقب بسرعة، يكون طويل البال. وأنا كنت أسقف للتعليم، وكنت قد لاقيت ضيقات شديدة جدا، ورجعت إلى مغارتي في الجبل. ولما رجعت إلى مغارتي في الجبل قلت إن الحمامة إذ لم تجد موضعا لقدميها رجعت مرة أخرى إلى الفلك. إذا كنت أنت دلوقتي مش قادر تلتز بالعشرة بربنا، أما لما تطلع في الملكوت وتلاقيه معك تعمل إيه؟ أوعى تقول لي أعدائي هم الشياطين، أعدائي هم الناس الأشرار، أعدائي هي البيئة السيئة. أبداً،
عدوك الأول هو نفسك. ونصيحتي ليكم في السلام مع الناس، لا تطلبوا مثاليات من الناس تتعاملون معهم، يعني ما تطلبش ان كل اللي تتعامل معهم يكونوا مثاليين، برضه في ناس لهم اخطاء ولهم متاعب. قال الشيطان لله، قال الشيطان لله: اترك لي الاقوياء فانا كفيل بهم، اما الضعفاء فلا اقدر عليهم لانهم يحاربونني بقوتك انت. اخطر حاجه بالنسبه للاباء الكهنه انهم ييأسوا من خلاص الخطا، يقول لك سبب ده شرير جدا، لا ينفع معه لا الوعظ ولا الرعايه ولا الارشاد. الابن الهلاك للهلاك يدعى. مين قال لك للهلاك يدعى؟ ده ربنا الداعي الكل الى الخلاص. عشان بعض الاباء الكهنه للاسف يقول انا ماليش غير منطقه كنيستي وبس. طب لو احتاج لك واحد خارج منطقه كنيستك تقول له ده مش شغلي؟ لو انسان تعبان جعان مسكين خارج كنيستك تقول له ده مش شغلي؟ الحشمه في الملابس وفي الزينة وفي ضبط الحواس. الحواس وبص كده وكده ما يبقاش حشم. إن خفت في يوم من واحد وافتكرته زي الأسد عايز يفترسك، قل لا، إلهي يرسل ملاكه ويسد أفواه الأسود. ليس واجبنا فقط أن نساعد الفقراء، وإنما أيضاً أن نحتمل الفقراء. صحيح المشكلة تاخد وقت ومصيرها تنتهي، بس واجب الإنسان أثناء المشكلة أنه ينتظر الرب وينتظر بإيمان. اغصب نفسك في الصلاة، أنك تصلي وأنك تستمر في الصلاة، واغصب نفسك على الخشوع في الصلاة. الذي لا تستطيع مصادقته لا تجعله عدوا لك، خليها نيوترال كده. ربنا بيقول ايه؟ ان اعصرتك عينك اخلعها والقيها عنك، ان اعصرتك ايدك اقطعها والقيها عنك. حزم الله دائما يغفر، البشر احيانا يغفرون والطبيعه لا تغفر ابدا. لو كنت شخصا نفورا تبقى شخص منفر للآخرين. لازم تكون باستمرار في ابتسامة على وجهك تقابل بها الناس. الإنسان الفقير ده ظروفه اللي ولد فيها خلته يبقى فقير. لو احنا وقعنا في نفس الظروف كنا بقينا زيه. نشكر ربنا اللي ستر علينا. مش معنى كده ان احنا نتكبر على غيرنا ونشتم في الفقر. مين قال الكلام؟ زي مثلا راهب متوحد وياخدوه للخدمة وتبقى مشيئته أن يفضل في الوحدة، لكن يضطر أن يترك مشيئته من أجل أمر ربنا.
طب يا رب في الايام دي المهية بحلها ما بتكفيش، اما لو خصمها لنا منها كمان العشور اقول لك لا، هتبقى ال19 دول يكفوا اكتر مما لو ما دفعتش عشور. الصوم ليس مجرد جوع للجسد، انما هو بالاكثر غذاء للروح. كثيرا ما تكلمت فندمت، واما عن سكوتي فما ندمت قط. يعني خليكم مطمئنين، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، خليكم مطمئنين. اسأل نفسك كم صوم من الأصوام صمتها طوال هذه السنين الماضية، فهل هذه الأصوام غيرت فيك شيئا؟ يقول تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. في ناس في الكون مجرد وجودهم يخلي ربنا يشفق على الكون من أجلهم هم. نحن عندنا إيمان أن الرب سيريح كل المتعبين وكل الثقيل الأحمال، أما متى يريحهم وكيف يحدث ذلك فهذا نتركه إلى مشيئة الرب وإلى حكمته. يا تراب الأرض يا جدي وجد الناس ترى، أنت أصل، أنت يا أقدم من آدم عمرك، ومصيري أنت في القبر إذا وصلت القبر. تعلمنا وبنتعلم وهنفضل نتعلم، يمكن عشان كده ركزنا كتير ان مش كون احنا اللي بنتكلم، ولكن قداسة البابا مثلث الرحمات هو اللي يتكلم ويعلمنا. مرة واحد سأله سؤال كده بمناسبة النهاردة، لما بيقول الاباء الاسقفة والاسس والكهنة والمطرنة يطوله بالهم على الشعب، مرة واحد بعت له سؤال كده قال له يا سيدنا أنا بدخن والأسقف بتاعي مش بيخلينا تناول، أنا بدخن والأسقف بتاعي مش بيخلينا تناول. قال له يا ابني ما أنت لازم تبطل تدخين وبأبعت لي اسم الأسقف وأنا هخليه طول نفسه معاك. البابا دايما كان بيعلمنا كتير وكان بيفرحنا كتير وكان بيعزينا وكان بيحسسنا ان احنا فعلا في العالم غرباء غرباء، ومش هناخد حاجة معانا. نستمع الآن إلى قصيدة غريب عشت في الدنيا من تلحين الدكتور فيصل وأداء الآباء والكواير معانا ربنا باللغة الإنجليزية، ربنا يبارك في الخدمة. Nothing to give people, give them a warm smile, a kind word. Give them love, give them a word of encouragement, give them your heart. My desire.
مننا ما له ذكريات مع البابا شنودة. معظم الآباء اللي موجودين من رسمات قداسة البابا شنودة، وكل واحد فينا ليه معاه ذكريات جميلة وحلوة. أنا فاكر مرة كنا اترسمنا في الدير، وبعدين أنا أخذت الصوم في آخر شهر يعني، وخدت 10 أيام في الخمسين المقدسة. فبعدين بعد 8 سنين من الرسامة كنت قاعد ورا البابا في محاضرة يوم الحد، وبعدين بيقول الكهنة بيتعبوا كتير والأساقفة كتير، وإحنا بنديهم كورس 40 يوم في الدير بيقعدوا يتعبوا فيه. قلت له أيوة سيدنا بنتعب خالص. فبصلي كده قال لي أسكت يا ابونا رفائيل، أنت قعدت 30 يوم صايم و10 أيام فاطر. كان عنده ذاكرة خرافية، وكان لما أحب مثلا أتكلم معاه في حاجة كان يقول لي يا ابونا رفائيل، أقول نعم سيدنا، يقول أنا حافظك من الرهل اللام، ما تقعدش تلف وتدور عليا، عايز إيه؟ على طول يبقى فاهم. كلنا كآباء وكلنا من أول أبينا نيافة الحبر جيل أنبا ديفيد لينا ذكريات جميلة. لو قعدنا نحكي، أنا لما بقعد مع حجد وتتفتح صورة البابا شنودة ممكن أقعد لساعة 1 2 3 ما أخلص. ليه؟ شربنا منه وارتوينا بمحبته، ضحكته كانت فعلا جوه قلوبنا، كان دايما بيفرحنا بابتسامته بعطاياه بوقفته جنبنا. ما انساش مرة نازل، كان عندي مشكلة كبيرة مع البوليس وحاجات جامدة، ونزل من الأسانسير كده قال لي أبونا رفائيل، قلت له نعم سيدنا، قال لي ما تخافش أنا في ظهرك، قلت له سيدنا أنا صعيدي مش بخاف، قال لي لا لا أنا معاك ما تخافش، قلت له ربنا خليك لنا سيدنا. دي بس بالدنيا كان أب. عشان كده دلوقتي هناخد فقرة نتفرج على فيديو لذكريات الآباء مع قداسة البابا معظم البابا للأنبا شنودة الثالث، ذكريات ورسامات وزيارات للكنائس هنا في المهجر. Thank you.
طبعا كلكم نفسكم تشاركوا معنا، عشان كده دلوقتي هنشارك مع بعض بترنيمتين حلوين، قلبي الخفاق وما تعولش الهم. كلنا نقول مع الكوير ونقول مع ابونا اسحاق. اجعل الحب فيك أقوى من الإساءة التي تأتي. Thank you.
اخر ترنيمه هنعملها معاكم هي ترنيمه احنا عارفينها، هي مش ترنيمه لسيدنا كاتبها بس فيها كلمه ربنا موجود اللي هي ما تعولش الهم وما تخافش. فالهدف ان احنا كلنا نرنمها مع بعض، فياريت كلنا نفتكر ما حدش يشيل الهم ويثق في ربنا لانه موجود. ربنا موجود كل الهم بسرعة تنتهي. قبل ما نستمع لفيديو حاجات فكاهية لقداسة البابا، احنا محظوظين جدا ان احنا عشنا في عصر هذا العملاق، محظوظين جدا ان احنا تربينا على يديه وشربنا من تعاليمه وفرحنا من كلامه. هقول لكم حكاية بسرعة. كنا مرة في كهنة مترشحين في اسكندرية، هو الحاجات اللي هتتعرض اللي علينا دلوقتي حاجات كلها فكاهية،
فأنا أول حاجة مش هتبقى موجودة، لأن دي حصلت في اسكندرية بس. وكان أحد المرشحين وصل للبابا فيه 360 فاكس. كان زمان الفاكسات ما يعني على ودنه، يقول لك إيه فاكسني، تلاقي كل واحد مرشح جاي له فاكسات قد كده. فالمهم قالوا لي طب شوف الفاكسات دي منين، فأنا شفت لقيت الفاكسات دي جاية من مكتب سايبر واحد، يعني مبعوتين من فاكس واحد، والفاكس ده قدام الكنيسة اللي هيترسم عليها الراجل ده. ورحت سألت الراجل كان مسيحي، قال لي ده اللي بعتهم واحد بس هو فلان ده، وفلان ده عايز يترسم كاهن فبعت الفاكسات في الأخ ده كله. فالبابا جه وجه قال لا فلان مش هيترسم خلاص. قلت له يا سيدنا ما تسمع بس، قال لي ايه؟ قلت له 360 فاكس جايين من مكتب واحد ومن مكان واحد وواحد عايز يترسم. قال لي يعني الولد ده كويس؟ قلت له كويس جدا، ده خادم وخدم معانا في القرى وخدم معانا كده. قال لي يعني ينفع؟ قلت له ايوه. طب هيترسم معاك في كنيسة؟ قلت له لا مش في كنيستي، مع ابونا فلان. قال لي طب انت مالك بيه؟ قلت له ما هو موسى مش عارف يتكلم وانا هارون جاي اتكلم مكانه. قال لي طب تعال اقعد. قال لي بس في مشكلة تانية. قلت له ايه؟ قال لي الاخ ده اذا كان حلو كده، باباه هو اللي ماسك اللجنة المالية في الكنيسة، وجوز اخته هو الكاهن التاني، يبقى يترسم ازاي؟ قلت له لا ما احنا مش هنرسمه على الكنيسة. قال لي ما هيترسم فين؟ قلت له هيترسم في حتة اسمها نجع كذا. قال لي ودي عبارة عن ايه نجع كذا دي؟ قلت له كلها بتوع مخدرات يا سيدنا. قال لي طب والكاهن ده هيروح يعمل هناك؟ قلت له لا ما تقلقش، هي حتة حشيش في الشورية هتلاقي الناس عليه كده. قعد البابا من 8:30 ل 12 مش قادر يبطل ضحك. وقعدنا يوم، قال لي خلاص هنرسمهم كلهم، هنرسمهم خلاص. وكان يوم مفرح جدا مع قداسة البابا. مفيش مرة نقعد إلا ما نطلع فرحانين ومتعزيين. عشان كده نستمع لفيديو من الحاجات الفكاهية اللي دايما بنفرح بيها، وكل ما نسمعها نحس ان احنا بنسمعها الاول ايه لاول مرة. نشوف قداسة البابا وحاجاته او القفشات بتاعته والحاجات الحلوة اللي دايما بتفرح. واحد من بلدياتنا سرق 1,000,000 جنيه فمش عارف يوديهم فين، فحفر حفرة وحط الفلوس وغطاها وكتب عليها هنا مفيش فلوس. فجه ابن عم حمدان وعرف المكان وسرق الفلوس وغطى الحفرة وكتب عليها حمدان ما خدش حاجة. في أمريكا في الأسانسير 12 بعدها 14 الأدوار بتاعت اللوكاندا، الدور الثاني 10 بعدها الدور 14، ما يحطوش الدور 13 لأن في ناس بيتشاموا. جربتوها دي كتير. الشاعر الكبير أبو العلاء المعري كان ضرير ما بيشوفش، وفي نفس الوقت كان ما بيحبش القلقاس خالص. فأمير المؤمنين المأمون أراد أن يداعبه، فدعاه إلى المائدة علشان ياكل معاه، وحط له 3 أطباق القاس، هو ما بيشوفش، واحد مختار واحد بدمعه واحد مشوي. فابو العلاء حس سأل اول واحد وشمه القهوه القاس، والتاني حس عليه وشمه القهوه القاس، وعلى الثالث حسس عليه وشمه القهوة القاس، وهو ما يحبش القلقاس. فجلس مكتئبا، جلس مكتئبا. فأراد الخليفة المأمون أن يداعبه، فقال له ما بالك يا أبا العلاء
مالك يعني؟ ما بالك يا أبي العلاء؟ فقال له بالشعر، قال له إيه؟ يسألون عن قلبي وكم قاسى، بيقالش قد إيه؟ يسألون عن قلبي وكم قاسى، فقل قاسى وقل قاسى وقل قاسى. كان عنده وبغاء كلش، وحماته عايشه معه في البيت، الببغاء يقول يا رب خد حماتي يا رب خد حماتي، فالراجل تعب خالص يعني، حماته دي برضو بتحبه وهو بيحبها. فنده لابونا القسيس وقال له اعمل ايه؟ ابيعه ارميه؟ قال له لا، ده انا اجيب لك ببغاء من بتوع الكنيسة يملى البيت ألحان والحكاية تمشي تمام. قال له حاضر، وجاب له فعلا ببغاء من بتاع الكنيسة. بعد أسبوع فات عليه، قال له زي الحال؟ قال له أوحش مما كان. قال له ليه؟ قال له الببغاء بتاعي يقول يا رب خد حماتي، وبتاع الكنيسة يقول آمين. زي واحد دعا الإنسان لعزومة وبعدين قال له كل من اللحم، قال له أنا كلت، قال له كل تاني، قال له أنا كلت حتتين، قال له لا كلت ثلاثة بس كل. قيل إن أسد وذئب وثعلب مشوا أصدقاء في الغابة، فصادوا حمار وخروف وديك، وبعدين الأسد قال للذئب قسم أيها الذئب، قسم بيني يعني. قال له الأمر واضح يا مولاي، الحمار الكبير ده لجلالتك، والخروف الوسطاني ده ليا، والديك للتعلم. فبص وقال له تعطيني الحمار اللي هو لحم أوحش لحم في الدنيا، وتاخد انت الخروف، وراح ضربه ضربه طير راسه. وبعدين قال للثعلب قسم انت ايها الثعلب. قال له الامر واضح يا مولاي، الخروف ده تتغدى بيه، والحمار ده تتغدى بيه، والخروف تتعشى بيه، والديك تمزمز بيه بين الأكلتين. فانبسط الأسد. فانبسط الأسد وقال له من أين تعلمت الحكمة أيها الثعلب؟ قال له تعلمتها من رأس الذئب الطائر عن جثته. بيقولوا إن في راجل مراته توفت وتركت له طفل صغير بتاع كذا سنة، فأخده معاه وراحت راح بنت، والطفل تربى معاه في الدير. فضل الطفل ده لغاية لما بقى شاب، وبعدين أبوه الراهب نزل للريف لحاجة يعني غرض من الأغراض، فالواد فيه حاجات كتيرة ما شافهاش، فبقى يسأله يقول له إيه ده يا بابا؟ يقول له ده حصان. طب ايه ده يا بابا؟ يقول له جاموسة. يقول له ايه ده؟ يقول له. وبعدين شاف امرأة فقال له ايه ده يا بابا؟ قال له ده الشيطان. معلش ما تزعلوش، ده هم قالوا كده. وبعدين رجعوا الدير، فابوه قال له سأل قال له في الرحلة بتاعتنا ايه اللي عجبك؟ قال له الشيطان. مرة واحد عمل خطية بأسلوب عجيب جدا محدش يفكر فيه وانظبط، فأبوه الروحي قال له إزاي تعمل دي؟ قال له يا أبي الشيطان هو اللي أغراني. فالشيطان قال للأب، قال له صدقني أنا ما أعرف الحكاية دي، ده هو اللي بيعلمهاني. فكركم الشيطان في كل حكاية.
كنت أفر الشياطين. راح المدرسة قاعد يزعق فيهم ازاي تسقطوا الواد ازاي تسقطوا الواد. فقالوا له اللي سقطوا الأستاذ سلام. فراح الأستاذ سلام قال له متسقط ولدي ليه؟ قال له ابنك ده غبي. قال له غبي كيف؟ قال له هتشوف. فنده الواد قال له تعال يا واد روح فصل ربع ألف دور علي هناك شوفني أنا موجود هناك ولا لا. الواد راح يا عيني قاعد يدعبس على الأستاذ ما لقاهوش. فرجع قال له أستاذ دعبست عليك فصل ربع أول كلها ما لقيتكش هناك في بهرة شاخط فيه. قال لي يا واد يا غبي ما لقيتوش في ربع ألف ما دورتش عليه ليه في الفصول اللي جنبيه. أنا دايما بروح الدير وارجع كل أسبوع. فكان يجي أحد العمال أو الفراشين يقابلني يقول لي وحشتنا يا سيدنا وحشتنا وحشتنا. وبعد كل ده يقعد يطلب طلبات كتير كتير حلقات من الناس تشيلوه ويموبين. فقلت الآتي قلت جاني فلان وقال إن أنا وحشته وقعد يطلب طلبات جلد الناس وحشته عشانه يعني. جاني فلان وقال إن أنا وحشته وقعد يطلب طلبات جلد الناس وحشته وطردوه من أجل سألته وحشته. فمشي وخد عمال وحشته. أنا أقول لك حضرت اجتماع يعني. أو مثلا يقول لك إيه سألت بنت ظريفة إيه يعجبك يجيلك مال أو يجيلك جوز. فقالت وليه تحيرني بين الاثنين أنا عايزة جوز. إما عايزة جوز يعني الحسبان أو جوز يعني الدنيا. سألت بنت ظريفة إيه يعجبك يجيلك مال أو يجيلك جوز. قالت وليه تحيرني بين الاثنين أنا عايزة جوز. دي كانت بنت لطيفة كلامها زي الجوز وزي اللوز زي اللوز وزي الجوز برد جوز تاني. قالت لي سمعت اتنين خطباء في حفلة واحد قرى خطبة والتاني قرى جوز. مرة واحد ماشي في غابة ولقى أسد من بعيد فخاف فكمش كده وقعد يمشي مشي على مهله بس لقى الأسد ماشي وراه على مهله فقعد يجري لقى الأسد بيجري فوقف لقى الأسد وقف فما فيش فايدة ركع يصلي فلقى الأسد ركع يصلي فقال للأسد طب أنا بصلي عشان أنت ما تاكلنيش وأنت بتصلي ليه؟ قال له أنا منعت أصلي قبل الأكل. واحد ضبط في غرزة حشيش وبيتعاطى المخدرات والحشيش وزبطوه وراجل راح عملوا له محضر بوليس فاعترف تماما بأنه باللي حصل. تاني يوم قالوا المحامي قال له ازاي تعترف لازم تنكر قصاد النيابه كل الكلام اللي قلته في البوليس. قال له ده انا اعترفت. قال له مالكش دعوه انكر الكلام اللي قلته في البوليس ودي مالهاش دخل ممكن الواحد قصاد النيابه ينكر اللي في البوليس. فراح قصاد النيابه فوكيل النيابه قال له انت كنت موجود في غرزه الحشيش كنت بتتعاطى مخدرات. قال له لا يا بيه ما حصلش. قال له لكن انت معترف قصاد البوليس ان حصل. قال له بيه ما تاخدش على كلامي ساعتها كنت مسطول. واحد بيقول
ماذا أفعل في النسيان دائما فيه على طول؟ في الكنيسة أسمع القداس وأسمع الوعظة في الكنيسة وأحفظ، ومتى أخرج من الباب أنسى كل شيء ولا أفتكر حد. حاولت أحفظ ترانيم أقول مرة واثنين وبعدها أنسى، ماذا أفعل؟ ما أنا خايف أقول لك الإجابة تنسى. كثيرون تتلمذوا على يد قداسة البابا، يمكن تكون التلمذة على الحياة ومنها التلمذة على سير القديسين كما أخبرنا الإنجيل المقدس: أذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. نستمع الآن إلى واحد من الآباء الكبار الكهنة الذين تتلمذوا على يد قداسة البابا شنودة الثالث، أبونا المحبوب القمص ماكاريوس ساويروس، كاهن كنيسة مارجرجس والآن بشنودة بجيرسيتي. تفضل بارك يا سيدنا. السلام لأبينا وراعينا القائد والمعلم سراج الكنيسة ومصباح الأرثوذكسية، حارس العقيدة وحامي الإيمان وأيقونة الفضائل الإنجيلية، عمود الإيمان والدين، قداسة البابا البطريرك الطوباوي الأنبا شنودة الثالث. وكلمتي معكم في هذه الليلة مختصرة جدا حسب الوقت المحدد لي، وعايز لما تسمعوا كل جملة يتكتب عنها كتاب، فهي مختصرة بعنوان البابا شنودة القدوة والمثال. البابا شنودة هذا الرجل الذي أعطى نفسه أن يكون قدوة ومثال لحياة الإنسان الطاهر الذي يحيا لا للأرض إنما للسماء. قداسة البابا شنودة رجل وهب كل حياته للرب وخدمة الرب بكل ما فيه هذه الكلمة من معاني، لم يبقي لنفسه شيئا إنما كله كان قربانا وبخورا طاهرا عطرا، عطر الأرض بسيرته النقية الطاهرة وصلواته النافعة والمقبولة، عطر أيضا أجواء السماء أيضا بعد أن انتقل من عالمنا الفاني ودخل إلى الأخدار السمائية هناك مسبحا مصليا عابدا طاهرا نقيا جميلا شفيعا قويا. ولا يصح أن تمر هذه المناسبة دون أن نراجع ذواتنا ونريد أن نتخذ من حياة هذا البابا قدوة ومثال لحياتنا، لنعرف كيف تكون الحياة الطاهرة والسيرة الأرثوذكسية النقية، ونعرف كيف تكون الحياة ذبيحة محرقة زي ما بيقول الإنجيل: مقدمين أجسادكم ذبيحة حية مرضية عند الله عبادتكم العقلية.
ونتعلم منه كيف تكون الذبيحة ذبيحة النفس والجسد والروح، ونعرف ونتعلم كيف تكون السيرة سيرة السائرين في طريق السماء الذين لا يبالون بشيء على الأرض ولا يبتغون شيئا من الدنيا، ونعرف ونتعلم كيف أن رجال الله لا يريدون أن تكون لهم كنوزا على الأرض، وإنما هو إنسان يمسك بالحياة الأبدية وما زالت أقدامه على الأرض، فيكون كل فكره وكل قلبه وكل إحساساته وكل مشاعره وكل عواطفه متجهة نحو السماء. كل من اقترب من قداسة البابا شنودة الثالث يشهد ويقر بهذه الحقيقة أنه عاش حياته كلها كان هدفه أن يرسل إلى هناك، أقصد يرسل إلى السماء، لا يجمع على الأرض شيئا يفنى ويزول، إنما يجمع بإرسال صلواته، يجمع بإرسال محرقة قلبه، يجمع بإرسال سيرته الطاهرة الأرثوذكسية، يجمع بإرسال كل ما ملكت يداه، يجمع بإرسال كل ما وضع الرب بين يديه من خير وبركة، كلها صعدت محرقة وقدمت ذبيحة طاهرة أمام الله. هذه هي سيرة قداسة البابا شنودة، سيرة السائرين في طريق السماء، سيرة الذين يعيشون على الأرض وكأنهم ليسوا من الأرض. هذه هي سيرة السمائيين على الأرض، أو سيرة الأرضيين الذين هم من السمائيين، أو سيرة الملائكة الأرضيين، أو سيرة الأرضيين من الملائكة. كان قداسة البابا شنودة أرثوذكس السيرة، وهي سيرة تحتاج الأرض أن يعيش هذا الطراز من الناس عليها، ومن دون هؤلاء اللي هم أصحاب السيرة الأرثوذكسية، ومن دون هؤلاء تصير الأرض نجسة، وتصير الأرض حربا وقتالا ونزاعا وتكالبا على شؤون المادة وعلى شؤون الجسد. أما قداسة البابا شنودة فقد طرح هذه الأمور ولم تكن له أي تعلق بها. هذا هو البابا شنودة الذي اتجه بقلبه إلى السماء وتباركت به الأرض وصارت الأرض خيرا وصارت الأرض سلاما، وتحقق فيه قول الكتاب إن أرضت الرب طرق إنسان جعلت أعداؤه يسالمونه. فكان قداسة البابا أرثوذكس السيرة كما كان أرثوذكس العقيدة. نحن لم نرى القديس أثناسيوس الرسولي الذي عاش في القرن الرابع الذي اشتهر بدفاعه عن العقيدة والإيمان الأرثوذكسي، لكننا رأينا القديس أثناسيوس في شخص البابا شنودة. من أكثر الذين شرحوا وفسروا الكتاب المقدس كاملا هم اثنين، القديس يوحنا ذهبي الفم فسر الكتاب روحيا، والثاني القديس كيرلس عمود الدين فسر الكتاب عقائديا. ونحن لم نرى كيرلس ولم نرى ذهبي الفم، ولكن في شخص قداسة البابا شنودة رأينا الاثنين معا. في شخص قداسة البابا شنودة رأينا القديس الأنبا إبرام صديق الفقراء، فكان بحق هو الأنبا إبرام الجديد. في شخص البابا شنودة الذي عاش طيلة حياته راهبا حتى النخاع، رأينا فيه القديس أنطونيوس الكبير أب كل الرهبان. إنني مع الكنيسة نطوب أنفسنا إذ أننا رأينا هذا البابا وفرحنا معه وبه، وأكلنا من يديه وغسل أرجلنا في الدير
وتناولنا من يديه الأسرار المقدسة وسمعناه وهو يعلمنا في القداسات وفي الاجتماعات وفي المؤتمرات وفي القاعات وعلى سلالم الكاتدرائية. مرة كان بيدي إعداد خدام يوم الخميس في القاعة اليوسبية ونور اتقطع والقاعة مليانة. قال قبل ما الدنيا تليل تعالوا على السلالم وعمل المحاضرة بتاعته، وكان بيدي وقتها فصل إعداد خدام. وعلى سلالم الكاتدرائية وفي الكلية الإكليريكية الكلام عن البابا شنودة لا ينتهي. وأختم كلامي بهذه الكلمات القليلة: السلام للبابا شنودة خليفة ماري مرخص الذي زين كرسيه الرسولي ببهاء خلافته. السلام للأسد المرخصي الذي دافع عن عرين الإسكندرية بصلابة إيمانه. السلام للبطريرك الطاهر الذي حفظ ثوب الكنيسة من دنس الهراطقة. السلام للراعي الصالح الذي حمى قطيع المسيح من خطف الذئاب وحرس الباب من اللصوص. السلام لمعلم صالح وباهر الذي أنارت المسكونة تعاليم المقدسة واستضاءت الكنيسة بنقاوة علم وغيرته. السلام للجبل الشامخ الذي لم يهتز يوما ما رغم قسوة التجارب وشدة الاضطهاد. السلام للعظيم سليل البطارقة ابن الرسل حافظ الوديعة الوكيل الأمين الحكيم الراهب الناسك العابد الزاهد أبونا وحبيبنا ومعلمنا وراعينا البابا شنودة. السلام لصاحب الاسم الحلو البابا الطباوي الأنبا شنودة الثالث. وقبل أن أختم كلمتي أوجه تحية شكر واحترام وتقدير لأبينا الأسقف الطاهر الجليل الجميل الأنبا ديفيد الذي يرعى هذا الاحتفال، وشكرا لكل من قام وأعد وخطط واجتمع من أجل إخراج هذا اليوم. وكلنا يصلي أن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا المكرم قداسة البابا البطريرك الأنبا تواضروس الثاني، ويديم لنا محبته وأبوته، ولإلهنا المجد الدائم في كنيسته إلى الأبد أمين. لكل شيء لكل لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. في وقت كانت الكنيسة محتاجة للصلاة أرسل لنا الله قداسة البابا كرولوس السادس رجل الصلاة. وفي الوقت التي احتاجت فيه الكنيسة للتعليم أرسل لنا مثلث الرحمات قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. وفي الوقت التي احتاجت الكنيسة إلى الإدارة وإلى الكتاب المقدس أرسل لنا قداسة البابا تواضروس الثاني رعينا الأمين. عشان كده النهاردة هنسمع كلمة من أبونا المحبوب، كلمة باللغة الإنجليزية جون رز الله، عن عمل الله في الوقت المناسب وإزاي ربنا بيرسل لنا فعلة لحصاده كل واحد أو كل حاجة في وقتها وفي أوانها. When His Holiness Pope Shenouda III was enthroned, believe it or not, there were only 7 Coptic Orthodox churches outside of Egypt in the diaspora.
At that time, there were two church parishes in Canada, two in the United States, two in Australia, and one in England. Now, look at the number of churches that we have throughout the whole world. In our own country, we have dioceses and bishops enthroned. Here in New Jersey alone, we have something like 29 church parishes. God chooses the right person for each time period. If we look at the history of the patriarchs, we can see the work of God through his church in every century. The last 50 years, my beloved, has been truly historic. But I think because we live through it, we don't appreciate it. But if we take a step back and realize for all those centuries, the Coptic Orthodox Church was only within the land of Egypt. Now, throughout the whole entire world, because of the immigration and the diaspora, we have churches everywhere. And God truly chose His Holiness, Pope Shenouda III, to shepherd His flock during this time. His Holiness was a great teacher and a prolific author. And not just a teacher, but the teacher of teachers. As you know, His Holiness was first the Bishop of Education. And so the role in the seminaries in Egypt, the role in the Sunday school movement in educating everyone throughout the land, His Holiness really played a pivotal role in this. Even most recently, I was given a book by Pope Shenouda, The Life of Faith. So even until very recently, even I am given opportunities to learn from him. In His Holiness's book, The Life of Faith, Pope Shenouda teaches us that it's not enough just to say we have faith. It's not enough to have intellectual knowledge, but it's rather a life of faith, and a real life of faith is evidenced by fruit. Truly, the work of the grace and power of God through His time, during this time of the service of His Holiness Pope Shenouda III, it's evident, bearing much fruit. I myself have benefited and grown, and I myself am a product of this service. I'm actually kind of jealous, I have to admit, hearing Abuna Rafael and hearing the other fathers talk of being able to live in Egypt and being able to spend that time with His Holiness and being able to be discipled by Him. You know, my parents immigrated here in 1978, and then I was born here in 1979. So even though I didn't get to have as close of a discipleship and a relationship as many of the other fathers here before you have, I can honestly say that the impact of His Holiness is still felt by all of us who were born and raised in the diaspora. Why? Because He was the teacher of teachers. All my teachers who taught me in the church were themselves taught by His Holiness Pope Shenouda III. In Hebrews 13:7, again, I know Abu Rafael mentioned this verse twice. Hebrews 13:7, St. Paul teaches us, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. We truly have to look back and remember and appreciate those who have taught us, those who have sacrificed themselves for us to be ministered to and served. Truly, Pope Shenouda spoke the word of God to us from 1971 to 2012,
He served as Pope and Patriarch of the Coptic Orthodox Church for 40 years. An entire generation was instructed and taught, and Christ's flock were entrusted to his shepherding. The outcome of his way of life is truly a lesson for all of us. And even I remember everything I'm hearing tonight and everything I'm seeing tonight, it reflects even everything what I wanted to say. I remember when I was in college, the first time I got to meet His Holiness in person. At the time in college, I was serving in St. Mary's in East Brunswick, and His Holiness was coming to bless the church and visit the church. So I was all nervous, and I was kind of excited, like, wow, this is the Pope and Patriarch of Alexandria. And I was serving with the organization, with the Nizam. And I remember standing in the back of the church and listening. And not only was His Holiness profound and deep and teaching and holy, but at the same time, so down to earth and so funny. The same way we just heard His Holiness now, I remember standing there, and with his wit and sense of humor, he would say things and the whole church would be laughing. And I just remember standing there being in awe and admiration. So through Pope Shenouda's prayers, through his faithful ministry, teaching, and countless books, we are still now being edified, and we are still growing in Christ. May His Holiness Pope Shenouda continue to pray for us, and may the whole church throughout the diaspora, all the lands of immigration throughout the world, continue to grow in grace and knowledge of God, and continue to reap the fruits that His Holiness Pope Shenouda's ministry planted for us. Thank you. دلوقتي مع الأستاذ أو مع أبونا الأستاذ، لأن لو أبونا هو بيخوفنا إحنا الكهنة، لكن أنتم ما تخافوش، يعني ماسك لنا دايما العصاية وعايزنا نتعلم كل حاجة مع أبونا المحبوب أبونا أثناسيوس. ما نقدرش ما يتكلمش النهاردة، وإلا كلنا هنتضرب النهاردة. أبونا بيخوفنا إحنا ككهنة دايما ورانا بالعصاية، ادرسوا كذا ادرسوا كذا ادرسوا كذا، لكن بعد كده هو قلبه طيب وحنين وحب. كان قريب جدا من قداسة البابا، اتعلم منه كتير، وعشان كده هو علمنا كتير. نستمع دلوقتي لأبونا المحبوب أبونا أثناسيوس في كلمات النعمة على فم الطاعه. إحنا قربنا نخلص على فكرة، يعني خلاص 15 minutes وكله يبقى خلص. الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. I was glad that His Grace surprised me without any notes that I'm going to talk with you tonight. And of course, I am happy to share with you and to be with you tonight in this memory of our father and teachers, Pope Shenouda III. Of course, it was not a surprise for me, because I am thinking, reading again and again his writing, and we have many memories and classes and retreats with His Holiness. So tonight I'm going to speak with you and encourage you that you take one of the specific practice and life of Pope Shenouda III. We speak about him as a teacher. Yes, he is a gifted man. Yes, he has ability. He has a great memory. Yes, he has the ability to turn everything to good, but he is a teacher started by being disciple for other teachers. Saint Archdeacon Habib Gerges, he became a teacher after his love to reading. Love
to reading. Of course, all of us knows his knowledge and memorization of the Holy Scriptures. He can tell you the verse and not only the chapter and letter or gospel, but in his own, he have a special book. You tell us open page and the middle, if you want the verse. And he is not only remembering the verse, but he have copy, photography of the text in his memory and his eye. Don't tell me this is a gift for him only. No, it is a gift grow by practice, by daily reading, by spending time to memorize, spending time to compare, spending time to write it down. So the first thing I think we need it in modern generation and for all of us to continue first listening to our fathers, and you are lucky, my son, my daughter, many great books translated into English in the last 50 years, more than the last 500 years. So he learned from Archdiocese Habergeorgis, and he told us after his study in the seminary and the graduate and the last days of Archdiocese St. Habergeorgis, he told us, every time I go to visit him, I listen to what he said and I keep it in my memory. And then when I go home, I write it down in my notes and then I'll try to apply it in my life. Even he has good memory, but he said, I have to write it, but number three, I have to live it. So number one, my brother, my sister, you need to know your Holy Scriptures. If there is a time, I will show you his books on the interpretation of the Holy Scripture, on the life of the personality of the Holy Scripture, in the topic of the Holy Scriptures. And he always remember what many fathers said, if you are ignorant of the Holy Scripture, you are ignorant of Christ. If you are ignorant of the Holy Scripture, you are ignorant of Christ. من جهل الكتب المقدسة جهل المسيح. So tonight, I hope all of you to use the opportunity of this great memory and the great Lent and to start read daily with depth, memorize. Love the Holy Scriptures. And you're always telling us, احفظوا المزامير تحفظكم المزامير. Keep memorize the psalm will keep you. احفظوا الكتب المقدسة تحفظكم الكتب المقدسة. Keep the Holy Scripture will keep you. So I encourage you, my brother and sister, to pick some of his books on the Holy Scriptures and learn how he understands the Holy Scriptures. Number two, he is not only verse himself in the Holy Scripture, but he verse himself in the writing of the fathers. He told us that when he went to the monastery before his monasticism, the abbot of the monastery found in him love of reading. He gave him the key of the library. And every time to take retreat there, he go to the library and read. And after he became monk, he was entrusted for the library. And not only that, there Al-Adr al-Syrian was the first monastery in Egypt to acquire printing house, press. And he and many other father in his generation, Abuna Makari Syriani, Abuna, all of them, I don't want to forget anybody. They work together to do two things. First, to read and organize the library. And then every season they translate or edited a memoir from the manuscript
and print it out, give it free. In the Nativity Feast, sometime in Epiphany, sometime in Easter. And you have to remember to prepare this, they prepare the letter manually with their hand. Imagine my son, my daughter, this book that they have to prepare it letter by letter before it's print, energy and the time to read it, edit it, correct it, and then send it free. And also he told us the best time he spent when he went to his cave alone. And sometime he said, people can see in the face of their human for 2 weeks and more than that. Every time he come to the monastery, have two kind of food. The first one, food to his body, simple food, and huge number of volumes to read. Huge number of books to read. Let me ask you, but don't answer me. What is the last book you read? What is the last book you read? How many books you read last year? It's challenging you. Don't tell me I don't have time. You have time. Because if you have the love and the interest, you found time. But when there is no love and interest, you don't have time. You have to start building your spiritual life with discipline, discipleship, and daily deep readings. Of course, everybody different for amount of reading, but I can tell you, you can read book every day. Okay, if not every day, every week. If not every week, once a month. But I know people reading everyday book between 200, 600 pages. And they are working, have children. From where they found this time? Books always in his pocket, books always with him in he going to restroom, books with him who in traveling. Yes, yes. I read many good books there. So my son, my daughter, my message to you today, we admire the learning of Bob Shenouda. We remember this, but he spent time and energy to feed his soul, his mind. So my message to you tonight, read, read, read. And if you are not reading, you are, I will say a strong word, you are killing yourself. House without library, they told us, as if a body without soul. Let me visit you to see what your apartment or house. Where is the library? If there is no library, you missed the most important thing. And let me ask my Reverend Fathers, where is the library in your church? Forgive me, Sayyidina. I raised in a small village. Abuna, I raised in a small village. I raised up, I found my father have books to read, and the church have a big library, to the point I spent months and months to organize it, to put it again in shelf, because there is a monk who was serving the church, Amba Basilius, the late Amba Basilius of Jerusalem, serving in the St. Mary Church in Ashmant for 6 years. And while he is there, established a library for a small village, and the number of family, no more than 20, 25 families. We need to imitate, if you love Bob Shenouda, if you admire Bob Shenouda, please learn from him tonight to pick one of his book and to read. My brother and sister, one of his good read in the great letter is many. Life, repentant, and the purity. How many of you read this book in English? Don't raise your hand, or else, if there is no enough,
you trouble me and maybe I can't stand to continue because I want to go heavy over this memory. For example, Sayyidina, I heard from many bishops, Mankapt, many priests, even Catholic and Protestant, they told me, Father Athanasius, we learn a lot from this book and even we put it a required reading in Great Lent in our congregation. And sometimes I feel sad and happy to only how you can this contradiction. Yes, happy that people found something good to read from our treasures, and sad that the sons and daughters of this great church doesn't read this stuff. Once there is a book translated, the saying of Zuzer's father, and always I order it every year for the book fair. And by the way, next week we're going to have a book fair in the books of Bob Shenouda, the English and the Arabic, and you have also some German and the French if you need. But for personal use only, you're allowed to buy one copy only, or maximum two to you and your wife or two and your children. But bulk, bring from Egypt or everywhere. Anyway, and one day, I need to prepare the altar and I called the monastery who published the book. I told him, can you send me 50 copies from the saying of the Zert Fathers? And Father Athanasius, we can't meet the demand on his book. Every year we publish it unsold. And every year between 10,000 to 12,000 sold every year. So who is reading this book? The American young boy and the girl. Who is reading these books? People never read the father before. They starting reading it. You are the son and daughter of these great fathers. We supposed to continue this heritage and tradition. And I ask His Holiness to pray for all of you. Last story, because Sayyidina knows I have a lot. And he told me 5 and 7 minutes. I finish, I think, 1 minute, right? Okay. Every time His Holiness comes, I always have to give to him two, three bucks a box. Every visit, not only when he comes and sends him. And when I bring the books, always sit, open the boxes. How do I say it? I open the boxes, you always put this book here in the shelf. This book on my bag, and this book in my bed. You know what is the three categories? The first one, he doesn't have enough time to take it now to Egypt. The second one, he will take it in his luggage. And the third one, he will read it tonight. Tell you how. Because sometimes I feel surprised. Second day, I have a call from His Holiness or His Grace or somebody. Sayyidina want you to come because there is some reference book or article I want you to bring it to him. At that time, I leave 12 at midnight or 1 o'clock. But when he read it, he have to read because he can't deprive himself from reading. Why you kill yourself? Why you waste your mind? And maybe he spends the whole day serving, the whole day preaching, but he can't sleep without reading. So tonight, I hope you can't sleep tonight. But if you can't sleep tonight, don't go pick some medicine to let you sleep. But pick books or two or three. اسمعين خليك معايا. عندك كتب في البيت؟ طيب. أنا هاخد تليفونك وهكلمك أقول لك الكتاب الخلاصية إمتى الليل. Now. Pick something to read and even if you can't sleep, I know some people sleep when they read. The minute they open the book, you sleep. No, if you slept, okay, good sleep. But in the morning when you're awake, start your binti, read. Read, read, read. May the Lord inspire us, guide us, and fill our hearts and our mind, our imagination, our tongue by the Holy Scripture. Baba Shenouda, pray for us, for your children. And thank you all. Thank you, His Grace. Thank you, your Reverend Father. Glory to the Father, the Son, the Holy Spirit, now and forever. Amen. Give me a headphone. شو قلت لكم عشان تعرفوا احنا بنعاني قد ايه يعني. كنيس من اقوال قداسة البابا
أن كنيسة بلا شباب هي كنيسة بلا مستقبل. نستمع في 2 minutes لواحدة من بنات قداسة البابا اللي نقدر نقول اتربت على حجره مع الدكتورة مارينا مجلع. في 2 minutes هتقول لنا كلمة عن قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. I want to start with a quote by His Holiness Pope Shenouda III. If you have nothing to give to people, give them a warm smile and a kind word. Give them love, give them tenderness, give them a word of encouragement, give them your heart. On Wednesday, November 17, 1971, the Coptic Orthodox Church gained a leader, a father, and like we've all said today, a teacher. Pope Shenouda III impacted the Coptic Church in ways that would enable his legend to remain alive even after his departure from Earth. Born as Nazir Gayed Rafael on August 3, 1923, in the city of Asyut, he was the youngest of 8 children and lost his mother shortly after his birth. However, this did not cause a lack of love in his heart. On the contrary, during his papacy, Pope Shenouda was known for his love for children and a warm, comforting smile. His leadership was immense like a lion, but his love outpoured in his smile, just like Abuna John said, very wise but down to earth. His weekly sermons were packed every Wednesday, even though it was in the middle of the week, because we all felt the need for his wisdom. We all sought his wisdom, but we also sought his tender smile. One smile from him made you feel like you were on top of the world. Sitting in a room with him felt like you were the only person in the room with him. A hug from him felt like the safest and warmest place. I owe so much to Gidu in terms of life decisions and personality changes, from my baptism to my own name, Marina, and my career choice. He was our Pope and our leader. He was my Gidu. I think the issue with living through legends is that you don't fully grasp the idea that one day they won't be there. You live every moment with them in this ultimate high that the thought of not having him wasn't ever even a thought. But then again, when they do leave, their legacy remains and it will never die. You learn that the impact they leave behind is infinite. Advice and wisdom from the past still pertains to the now. You remember the love of God that one man showed through a simple smile will never be forgotten even 10 years today. 10 years have passed, but the impact one person has on the people's lives is still fully alive. The impact you've had on my life will forever hold true. Your love was infinite and your charisma is irreplaceable. I thank God for letting me to know and experience a love that's irreplaceable, always remembering you during the highest highs and the lowest lows. Memory eternal to a man whose legend will live on forever. I want to end with a quote said by Pope Shenouda III. The knowledge of good on its own is insufficient if you do not have desire to pursue it. Thank you. Tell them about the Sunday celebration. Tell them about the Sunday celebration. نستمع لابننا بشوي بشارة في ستوري معاه حصلت مع قداسة البابا شنودة. نستمع إليه. I never knew Pope Shenouda personally. I never met him, but I have a story that is almost as personal as if I would have met him in real life. When I was younger, I spent a lot of time in the church. But then high school came, and I didn't spend as much time in the church. I was away for a long time. It wasn't until when I started college and I joined this church's servants prep course that I started returning. And I didn't even want to be a part of the servants prep course, but a friend of mine and one of the beloved servants in this church kind of pushed me to join. So we had a very wonderful retreat
the first year I was in Servants Prep, and this retreat changed my life dramatically, and not just mine, but almost everyone who went on it as well. After the retreat, it was a Monday, and I had work. I'm subscribed to a daily verses that are sent to Virgin Mary's Church in Bayonne. They send verses and sayings from the fathers every day. That day, it wasn't a verse, but it was a saying from Pope Shenouda. And the saying was very, very personal. It said, he said, "You have known God, this is good. I wish you grow in the love of the Lord daily." And it was very, very surprising and striking when I read it, because I have never received a quote that was that personal and that direct. And it just goes to show how near Pope Shenouda is, especially to the youth. He really is with us, his prayers really are with us, and he really is focused with us, and he loves us. آخر. المفروض كنت أقول الكلمة الختامية دلوقتي، بس لما لقيت أبونا داود وأبونا يعقوب حضروا بعد نياحة قداسة البابا شنودة في الدير معجزة عند مكان دفن قداسة البابا شنود، فناس ساعات يقولوا البابا كيرلس رجل معجزات، طب البابا شنود عمل معجزات؟ طب اسمعوا القصة دي واحكموا. الاثنين أباء أي ويتنسز، يعني هم حضروا، وعلى فكرة دي موجودة على اليوتيوب، فمع بعض عشان يكملوا القصة مع بعض. في دقيقتين أنا أقول معجزة حصلت في الكنيسة عندنا، إن في بنت اتولدت وهي التشخيص بتاعها إن ما عندهاش قناة مرارية، ومعنات كده سألت أختي بتاعت دكتورة أطفال، قالت لي الأطفال دي لازم بتموت، ملهاش أي تشانس. قداسة البابا شنودة كان جاي عندنا يعمل قداس في كنيسة مناسبة احتفال لأبونا متنيح أبونا أنطونيوس راغب، فالأم لما عرفت قالت لي أنا عايز أجيب البنت، قلت لها هاتيها. في المستشفى منعوها ميديكال سنتر، لكن هي أخدتها جينست ميديكال أدفايس كده وجت. والبابا شنودة طالع من بعد ما خلص القداس، الدنيا زحمة وكده، وبعدين بصيت لقيتها شايلة البنت، فأنا فاكر الموضوع بتاعها، فرحت موطي على سيدنا وخارج، معلش سيدنا البنت دي سيدنا ما فيش فايدة فيها وعايزينك تصلي لها. قال لي طيب، ورح واقف، تعالي يا بنتي. سأل الأم، وأمها اسمها حنان، لا في ايه؟ البنت دي كذا كذا كذا. راح قعد يصلي وكده ومشيت وخلاص. بعدها بيومين ثلاثة قالت البنت روحت البيت وزي الفل. يمكن تفتكروا في 2012 قداسة البابا شنودة تنيح، نزلت أنا وأبونا داود النياحة وحضرناها، حضرنا الجناز اللي كان في الكاتدرائية. وبعد كده في نفس السنة في 2012 آخر السنة كان اختيار البابا توادروس، فبرضو نزلنا تاني، وكان في الفترة دي اوريدي سيدنا البابا شنودة حطوه في مكان اللي هو المدفن بتاعه حاليا اللي هو في دير الأنبا بشوي، وعملوا له المزار الجميل اللي هو فيه. وكنت أنا وأبونا داود داخلين المزار نزور يمكن أول مرة أو تاني مرة في المزار، وإحنا داخلين سمعين صوت واحد ولد، يعني الولد طبعا ما طلع مش طلع مش صغير، كان سنه 22 سنة، بيصرخ بصوت وحش جدا جدا، صوت صعب جدا، وناس زحمة حواليه. والولد لو أنتوا فاكرين المكان بتاع قداسة البابا شنودة عبارة عن صوت جمهور، مش صوت واحد، صوت جمهور، صوت مجميع ناس، صوت مجموعة كبيرة جدا من الناس. واحنا من بره واحنا داخلين بالضبط، واحنا داخلين جورج كان موجود، وكانت موجودة ايضا جنات، كانت مجموعة كبيرة.
وبعد كده داخلين سمعين صوت يعني قميء بصراحة، صوت صعب جدا. وبعد كده اللي منكم فاكر المزار بتاع البابا شنودة عبارة عن المكان بتاع الجسد، وبرا الجسد في كوريدور كده حوالي مثلا نص متر، وبعد كده في فنس كده متل، فالولد مرمي ما بين الجسد وما بين الفنس، بس الولد عمال يخبط في المدفن، وبعد كده يخبط في الفنس، وبعد كده يخبط، وبعد كده بيلف بيلف وبيصرخ لغايه ما وصل عند المكان بتاع راس قداسه البابا شنودة. البابا شنودة مدفون كده، راسه كده ورجليه كده. الولد قاعد يلف زي ما قلت لكم، بيتمرمغ في الارض لغايه ما وصل للمكان ده. الحقيقه كمان شفنا منظر انا في حياتي ما شفته، الشيطان كان بيعمل عمايل في جسمه غير عاديه، يعني كان بيتني جسمه بشكل مرعب. يعني احنا قلنا اكيد الولد ده هيحصل له حاجه، يعني هيموت. وبعد كده كان يمسك دماغه ويضربها في الرخام بتاع الارض. انا كنت قريب جدا منه، فحطيت رجلي تحت راسه عشان لما يخبط يخبط رجلي ما يخبطش البلاط، كنت خايف لحسن راسه دي هتفرقع. بصراحه المنظر كان رهيب. بالصدفه كان معايا ماي ايفون 4، رحت مسجل الكلام ده. الكلام ده متسجل ومحطوط على فكره على اليوتيوب. بس بعد كده سمعنا بقى حاجتين. سمعنا الولد بيصرخ وبيقول انا مش قدك يا بابا شنودة، انا مش قدك يا بابا شنودة، بيصرخ بصوت عالي جدا. وبعد كده لقيناه بيقول زي ما يكون بيشهد، بيقول يسوع المسيح ابن الله، المسيح ابن الله، المسيح ابن الله. وبعد كده راح واقع على الارض وراح زي مغمى عليه، فوطينا انا وابونا داود وخبطنا كده على وشه وقام. بس كان بقى عرقان جدا جدا، كاني واحد مثلا جري 10 مايل. وبعد كده بقول له انت اسمك ايه؟ قال لي انا اسمي نبيل. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي ما اعرفش. قلت له يعني ما تعرفش؟ ايه اللي حصل؟ احكي لي ايه اللي حصل. قال لي انا جيت هنا انا وواحد صاحبي، قال لي تعال نزور مزار البابا شنودة. وانا جيت واول ما حطيت دماغي على الجسد زي ما يكون كهربا جت في جسمي، وقعت على الارض ما حسيتش بحاجه خالص لغايه ما شفت، لغايه ما انت قومتني دلوقتي. فبقول له طب انت كنت بتقول يسوع المسيح ابن الله ليه؟ قال لي انا هقول لك ليه، ودي بقى المعجزه. بيقول انا شفت البابا شنودة جايب اللبس بتاعه اللي هو اللبس بتاع الكهنوت اللي بيصلي بيه سيدنا البابا، بتشوفوه انت في ليله العيد، لابس طنيه بيضاء وروب احمر وماسك في ايده حبال، بيقول ربط كل الشياطين وطلعهم. والبابا شنودة بيسأل الولد، بيقول له من هو المسيح؟ فقال له المسيح هو ابن الله. احنا انا وابونا داود سامعين كلمة المسيح ابن الله، بس مش عارفين الكونفرزيشن اللي دايره بينه وبين البابا شنودة. بس هو اللي قال لنا ان البابا شنودة سألني وبيقول لي، بيقول للشياطين يعني بيقول لهم من هو المسيح؟ فقالوا له المسيح هو ابن الله. ده اللي احنا سمعناه. وبعد كده بقول له انت كنت حاسس انك هيحصل لك كده لما دخلت؟ قال لي لا. قلت له طب انت بقى لك كم سنه ما دخلتش كنيسه؟ قال لي 4 سنين ما دخلش لا كنيسه ولا مذبح. عشان كده بقول لكم لما الكنيسه بتقول لنا نتناول وما نتاخرش عن 40 يوم الكنيسه مش بتهزر. الانسان بيبقى معرض لتجارب الشيطان. دي حاجه انا يعني اي ويتنست انا وابونا داود. بعدها على طول رحنا نيافه انبا سيرابامون، بنقول يا سيدنا يا سيدنا حصل كذا كذا كذا. قال يا حبيبي كل يوم من الكلام ده بيحصل هنا في الدير، كل يوم بيجونا ناس يقولوا لنا نفس الكلام. فاللي انا بقوله ده ما كانتش حاجه ايفنت حصل مره، لكن يبدو انه في الدير كانوا سامعين حاجات كتيره جدا منها. معجزات كتير عملها قداسة البابا، كنت حكيت لكم على معجزة الشاب اللي حصلت في الأول، ولكن دلوقتي عشان الوقت معانا آخر فقرة وسيدنا مش هيطول يعني عشان تبقى عارفين يعني، لكن معانا فقرة أبونا الحبيب اللي احنا بنحبه من قلبنا كلنا، بنحبه عشان هو فعلا يتحب، وبنحبه كمان عشان في ريحة قداسة البابا شنودة الثالث. نستمع الآن إلى آخر فقرة، فقرة أبينا المحبوب حضرة صاحب نيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا ديفيد. شكرا أبونا والأباء.
وكل الحاضرين، انتوا استحملتوا وقت طويل يعني، بس ليلة جميلة في ذكرى عطرة، واحنا كلنا فرحانين لان بتبقى تذكار الاباء القديسين بتبقى زي المية للنبات العطشان. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الان وكل اوان ظهر الدور كلها، امين. يا ترى لو احنا ما عملناش التذكار لقداسة البابا شنودة النهاردة، امال يعني لما في حياة الاب البطريرك بنقعد نتكلم ونوري محبتنا، ولما يتنيح ننساه؟ ينفع؟ هل ينفع؟ ده احنا لو ما عملناش تذكار لابينا المحبوب البابا شنودة، انتوا تقولوا امال ايه؟ مش انتوا يا اباء يا كهنة ويا ثقفة كنتوا بتحبوا البابا شنودة، وهو له فضل كبير في ان انتوا دلوقتي أساقفة وكهنة رسم أغلبنا، لأن كل المجمع المقدس تقريبا ما عدا نيافة الأنبا ميخائيل ربنا ينيح نفسه كان اللي رسمهم البابا شنودة على نهاية حياته. فهل ننسى هذا الأب الذي تربينا تحت قدميه لمدة حوالي 50 سنة زي ما قداسة البابا تودروس قال ما بين الأسقفية والبطريركية؟ ننساه؟ لا، لما ننساهوش. في سيرة القديس بوليكاربوس لما حرقوا جسده، فالمؤمنين راحوا جمعوا رفاته وقالوا بنعمل كده لإيه؟ لسببين. نمرة واحد، علشان نتبارك من سيرته كل سنة في نفس المعدة ونفتكره ونحكي لأولادنا جهاده، فعلشان إيه؟ انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. يبقى التذكار ده تذكار أرثوذكسي صميم إن إحنا نفتكر أبائنا. وطبعا الآية اللي اتكررت النهاردة كتير، اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. فده أمر كتابي، ده إذا كان المرأة اللي سكبت الطيب على السيد المسيح قال حيثما يكرز بالإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. ف تعليم كتابي صميم اللي بيعترض على تذكارات القديسين دولت مش فاهمين بتعملها ليه. احنا النهاردة ابونا قداسة البابا شنودة لا ننساه ابدا، عشان كده تذكار النهاردة اسمه جوه قلوبنا، والترنيمة اللي احنا قلناها في الاول اتقالت في الاول جوه قلبنا. يعني ايه؟ ممكن في فرق بين جوه عقلنا، لان العقل ممكن ينسى، لكن البابا شنودة جوه القلب، اللي جوه القلب لا يمكن ان ينسى، لأن اللي جوه القلب ده معناه الحب الكامل لا ننساه أبدا مهما طالت السنين. ونحكي لأولادنا عنه، يعني اللي عنده 12 سنة النهاردة، how many are 11-12 years old? Probably they didn't see Pope Shenouda but they heard of him. حتى ال 13-14 ابتدي الإنسان يفتكر من 4 سنين، يعني لغاية 14 سنة ممكن ما يفتكروش البابا شنودة، لكن هيسمعوا عظاته ويشوفوه، لان دلوقتي احنا في عصر التكنولوجيا بقى all over the YouTube عظات البابا شنودة، وكتبه هتفضل للاجيال اللي جاية كلها. انا عايز اقول ان نشكر ربنا ان عشنا وشفنا البابا شنودة. حياتنا الارثوذكسية هي تسليم. تسليم يعني ايه؟ بنتعلم، we learn from the ones before us how to live our orthodoxy، مش كده؟ بنتعلم الارثوذكسيه من مين؟ من اللي سبقونا، عشان نعرف احنا يعني ايه ارثوذكسي. فقداسة البابا كان المعلم، معلم الجيل. وحتى قداسة البابا تودروس في الفيديو اللي شفتوه برضو هو نفسه قال انا من تلاميذ البابا شنود، لان كلنا تلمذنا على يد قداسة البابا شنودة وتحت قدميه وتعلمنا منه. لا يندر يعني أن يكون حد ما تعلمش من قداسة البابا شنودة حاجة. سئل نيافة الأنبا موسى الأسقف العام، قالوا له عايزينك تقول مين هو قداسة البابا في كلمة واحدة، كلمة واحدة. قال لهم عملاق.
ففعلا قداسة البابا شنودة كان عملاق في كل شيء. ف يعني أبونا مكاريوس أخذ كم حاجة من اللي أنا كنت هقولها في الكلمة البابا زي القديس أثناسيوس، بس أنا هبتدي بقى نقط يعني عشان هو الوقت طبعا متأخر. أولا البابا شنودة الطفل النابغة، وهو بس هقول كده قصة بسيطة على كل نقطة. يعني ايه الطفل النابغة؟ تعرفين زمان ما كانوش يعملوا شهادة الميلاد، فجم بعد كم سنة بيسننوه يعني يدوا لحد يديله سنه كام، فراحوا هو طفل صغير بيقول لهم ممكن الإنسان يتولد بعد موت أبيه لكن لا يمكن يتولد إيه بعد موت أمه، يعني ممكن طبعا يعني الشهور الأولى فيموت لكن الأم ما فهو كان ولد يعني يوم 3 أغسطس وبعدين أمه ماتت بعد ما ولدته على طول بحمى النفاس. فبيشرح ان معاه شهادة وفاة امه، طب يبقى لا يمكن ان هو يتولد بعد اليوم دوت، فقبله السن اللي هو حدده وهو طفل، فبيوريك ان هو ده في منتهى الذكاء طفل نابغة. نمرة 2 الشاب الطاهر. مرة بزمان بيقول واحد جاه كان صديق البابا شنودة، كان علماني وفي الدير في الاحتفال بالبابا شنودة، جاه حكى حكاية بيقول واحنا شباب كان ساعتها في الخمسينات الموضة قصير شوية كده، فهو معديين فصديق البابا شنودة ما عملش أي رياكشن، يعني بابا شنودة غمض عينيه وقال له الطوفان عدى حاجة يعني بمعنى أن إيه مش عايز حتى يبص بحيث أنه هو يعني ما يخليش في ذهنه صور لحاجة زي كده. وعشان كده كان اللي بيعترض على مثلا الملابس ساعات الناس يقولوا ليه سيدنا بتسمحوا بالملابس في الكنائس لا طليق، كان يقول له وانت بتبص ليه، مش معنى كده تصريح بالملابس التي لا طليق بس معناها ان غمض عينيك. فده كان تعليم الشاب الطاهر، يبقى هو يوسف الجديد الراهب الناسك. ده نمرة 3 زي ما قال أبونا زي قديس الأنبا أنطونيوس، يعني بابا جمع كل القديسين في شخص الحقيقة ما سابش حد يعني غير الشهادة، ولأنه كان من المعترفين لكن الحاجة الوحيدة اللي ما استشهدش يعني. الراهب الناسك احنا طبعا كنا وهو بطرك كنا بنشوفه بيأكل، يعني الأخ جورج ده كان مسؤول عن الأكل في فترة وجود قداسة البابا، كان ندخل له أصناف وأنواع كتيرة، نلاقيه مثلا طبق فول ياخد كده هو حتة يعني بلقمة صغيرة وتلاقيه أكنه مسطرة، يعني الحتة اللي يأكلها يرسمها بالمسطرة كده وأكنه قال أنا هاكل كده بس، عمره ما كمل حاجة، يعني حتى لو حطنا له مثلا حلويات أو حاجة لازم يقطعها ربعها مثلا وخلاص. وكان بيدرب نفسه دايما على النسك. طبعا أنا كنت الحاجات اللي بيفضل كنت أنا في القلاية جوه قبل ما طلع بأكل هنا بركة، فهم يفتكروا بقى هو اللي أكل بس أنا اللي كنت بأكل. لكن كان شديد النسك جدا، عاش طول عمره صايم ما كانش بيفطر أبدا، ما كانش يأكل اللحوم ولا الفراخ ولا الحاجات دي إلا في الليالي العيد بس، يعني في ليلة العيد عشان القوانين بتاعت الكنيسة كانت بتقول كده، فكان محتفظ بالقانون دوت إن تأكل عشان بابا بدأت ماني والناس اللي منعوا أكل اللحوم. فكان طول عمره أسماك فقط، طول عمره صايم ناسك. مش عايز أقول لكم كان في أسبوع البسخة يبتدي الصيام يوم الحد يأكل يوم الثلاث وخميس العهد وبعد كده ليلة العيد، حاجات حلوة شفناها عشان نشوف النسك ده إيه، وإن اللي بنقرأ عنه في السنكسار في أباء عاشوه. يبقى الراهب الناسك. الأسقف الواعظ المشهور زي قديس يوحنا زابيل الفم زي ما ابونا قال، وكان مشهور جدا في القطر المصري كله، منين ما يروح كان آلاف يمشوا وراه ويحبوا يسمعوا عظاته. واشتهر جدا وهو أسقف لدرجة ان هو يعني الشيطان حربه وكان يطفو عليه النور وما يلاقيش كراسي، المهم كانت محاربات. وفي مرة من المرات أنا بقول لكم حاجات أنا شفتها مش هتقروها في حتة علشان يعني تبقى حاجة جديدة بالنسبة لكم، مش هتقروها في الكتب ولا حاجة،
فكنت أنا مرة أنا والأنبا يؤنس دخلنا الآية معاه وقعد يحكي لنا يحكي إزاي اضطهد جامد في فترة أسقفيته، وإزاي كانوا بيحاربوه ويطفوا عليه النور في الوعظة. ومهم مرة ما يلاقيش كراسي يروحوا يشتروا كراسي، ما يلاقيش ميكروفون يروحوا يشتروا ميكروفون، ومرة ما يلاقوا يعني مهم. فالموضوع دوت كان جرحه جدا، لدرجة ان الأنبا يؤنس كان كنا انا وهو بس في القلاية، فالبابا بكى وهو بطرق، بكى بكاء جامد يعني. فانا يعني ببساطة عايز امشي وراه يعني اقول له معلش تزعلش ولا حاجة. الأنبا يؤنس لحقني قال لي لا سيبه، هو دخل على اوضته ما كانش يحب يوري الضعف ده يعني. فبقول له طب انت شفت انت اسمع، كان قصص عجيبة قوي ازاي مين اللي كان اضطهد ومين اللي عملوا فيه ايه، بس كان مسببه جرح في قلبه، وقد ايه هو انسان حساس ورقيق المشاعر. وقتها بقى بدأت كلمة ايه لما كتبها قبل ما يروح الدير، قال ربنا موجود، وراح الدير بعديها وقال رحت المغارة لقيت الراهب أنطونيوس منتظرني، فتعانقنا معا وصرنا واحدا. وزي ما كتب وقال إن الحمامة لم تجد مكان رجليها فرجعت الفلك، إن هو لقى نفسه كراهب لأنه هو عمر ما اشتهى ولا أسكوفية ولا بطريركية ولا حاجة كده هو، لكن كان واعظ من أول مكان، واعظ روحاني كمان كان في تسمعوا كمان العظات بتاعت الستينات والسبعينات كانت حاجة يعني مش عادية. لدرجة واحد غير مسيحي مرة اديت له مجموعة سفر الرؤية، قاعد يسمع الشريط الأول وبعدين من كتر حلاوته عمال يعيد وخايف أحسن نمرة اتنين ويبقاش نمرة واحد، لغاية ما الشريط يعني خلاص أيام الشرايط. فقال لي ده أنا جيت أحول بقى للشريط التاني، قلت يا ده الشريط التاني كمان بنفس القوة، يعني كلام كان في منتهى الجمال. وفي ذلك الوقت طبعا كان الوعظ ضعيف يعني. هو أيضا البطرك الأمين الراعي الأمين، فسمعنا برضه هو أثناسيوس القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، ودي حقيقة، وهو حامي الإيمان، وهو كان دايما زي في الترنيمة بيقول الحافظ على الكنيسة من الذئاب، كان دايما يطلع ويعلم التعليم السليم من غير ما يقول اسم، ويقول أنا لا أحارب شخصا ولكن أحارب فكرا. وعلى فكرة ده كان أسلوب القديس أثناسيوس، يعني أبوليناريوس كان من الأباء الحاضرين المجمع المسكوني الأول، وده كان له بدعة، فالقديس أثناسيوس ما كانش يحاربه لأن يعني يعتبر أنه هو من الناس اللي دفعوا معاه عن الإيمان، ولكن حارب بدعته. وكان البابا شنود ده المنهج بتاعه، ما كانش يحارب الأشخاص لكن يحارب التعليم الخطأ. اتعلمنا ده كله منه. الحقيقة خدت بركته في آخر عظة كان عندي يعني يوم فترة أجازة كنت بدرس وقتها، ونزلت وشفت قد إيه كان منهك وتعبان جدا، ولكن نزل في العظة بتاعت الأربع اللي هي بعديها، مش السبت اللي بعديه، اللي بعديه يعني 10 أيام، كانت نيح، كان تعبان جدا في وقتها، لكن أمين في خدمته للنفس الأخير. البابا المثقف يعني إيه؟ أبونا أثناسيوس يتكلم على القراءة، كان البابا شنودة ياخدول، كان نيافة الأنبا سربامون بتاع دير الأنبا بشوي، كان ياخد له جمل بحاله مليان كتب، كل أسبوع ياخد الكتب اللي اتقرت وبعدين يرجع يجيب له كتب جديدة. ويقال بقى أن مرة الجمل ده هرب في الصحراء، فجري وراه الأنبا سربامون ولقى الجمل الأبيض واقف قدامه وموقفه لغاية ما مسكه ورجع بيه. فكان البابا شنودة بيقول مين الجمل الأبيض ده؟ أكيد حد يعني من كائنات روحية هي اللي وقفت الجمل، إيه اللي ما فيش جمل أبيض يعني. المهم لكن كان يقرأ كم هائل من الكتب في شتى المجالات، عشان كده كنا دايما نشوف ان اي حد يقعد معاه لازم يفهمه، ما كانش حد يعرف يصد قدامه يعني. درجة مرة
كنا برضو قاعدين في المقر الباباوي وفي زوار من القنصلية وبيتكلموا مع كراسة البابا شنودة وعمال يقول أبيات شعر أنا شخصيا عمري ما سمعتها في حياتي منه، في حاجات بتتكرر فحفظناها لكن دي كان أول. فسألت الأنبا يؤنس بقول له، كان ساعتها تقريبا بقاله مع البابا شنودة قرب 20 سنة، بقول له يا سيدنا سمعت الحاجات ديت من البابا شنودة قبل كده؟ قال لي أول مرة أسمعها في 20 سنة. معناها أن هو الأنبا يؤنس كان سكرتيره معاه على طول، في عمره ما سمع الحاجات دي، يعني ما قالهاش 20 سنة لكن موجودة فين؟ في الذاكرة. فبعد ما الأنبا يؤنس قال لي كده، فإحنا داخلين جوه القلاية بقول له سيدنا أنت عقدتني، أنا ما تعقدت بصراحة من كتر حاجات صعبة حافظها إزاي دي كلها. قال لي أنا حافظ 6000 بيت شعر، 6000 بيت شعر لما أشوف شعر ويعجبني أحفظه على طول. وزي ما ابونا كان دايما بيقول، ابونا اساناس كان دايما بيقول يعني كان لما يقرا في الكتاب المقدس يحفظ الايه ويحفظ مكانها فين في الانجيل. ايضا هو البابا الانجيلي، انجيلي مش بروتستانتي، هم بيحبوا يسموا نفسهم انجيلين لكن هم حقيقه بروتستانتي يعني. علشان اقول لكم ليه، مرة صفوت البياضي قعد مع البابا شنودة كانوا بيتكلموا على المعمودية، قعد يديله أمثلة من آيات كتابية لغاية ما الرجل ما يجي 20 آية. ففي الآخر بيقول له يبقى كده نقدر نسميك البابا الإنجيلي، قال له أيوة أنا إنجيلي أنت بروتستانتي. فإحنا هو بابا إنجيلي فعلا، كل تعليمه من الإنجيل المقدس. برضو قداسة البابا شنودة البابا الإنسان، يعني الرتب الكهنوتية ما غيرتش شخصيته كإنسان. ممكن واحد يعني أنا شفتها دي مرة، كنا برضو في كليفلاند وقت مرضه، واحدة جاية تشكي مرض بتاعها وألمها، عمل لها كده يعني بليز ستوب، مش قادر يسمع يعني كان بيتعب، بيقول انا كان ممكن ابقى دكتور بس ما بستحملش الدم، لانه طبعا كان نبغى وممكن كان يخش الطب يعني لو عايز. حنين جدا لدرجه انه كريم جدا، ممكن اي حد يقول له اي قصه يطلع اللي في جيبه ويديله من غير ما، كان يقول احنا اباء مش قضاه، احنا اباء مش قضاه، مش هنقعد نفحص ونشوف ده يستاهل ولا ما يستاهلش، زي ما سمعنا حاجات النهاردة كتير. وكان يمشي بالآية اللي بتقول لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله، لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك. آخر حاجة قالها لي البابا شنودة كان هنا وخلاص آخر مرة، وإحنا عارفين بقى أنه مش هيجي أمريكا تاني لأن المرض اشتد عليه وبنودعه، فكان بعد ظرف كده هوت كأشخاص معينين كان هو بيساعدهم يعني، وبصلي كده قال لي خليك كريم يا أنبا ديفيد. ف يعني صلوا لي أعرف أو أنفذ الوصية ديت. وأنا دايما أقول أنا نفسي أكون 10% من البابا شنودة، يبقى نشكر ربنا. هو أيضا البابا الوطني الشعبي، دايما شفنا يمكن بيسموها جنازة القرن، عدد مئات الآلاف ويمكن دخلوا في الملايين، عشان كده ناس كتبوا عليه كلام كتير، لكن عشان وقتنا ما فيش داعي أقرأ إزاي كان وطني وكان يسموه صمام الأمان، وكان ممكن بحكمته قدر في مواقف معينة يقول إيه يتصرف إزاي. كلنا عارفين حكمة القداسة البابا شنودة. هو البابا المعمر، يعني ساعات نقرأ في السنكسار البابا رمم كنيسة كذا ويكتبوها في السنكسار، يعني حاجة زي كده تكتب في السنكسار ده لو البابا شنودة قلنا الكنائس مش هنخلص، والأديرة والتعمير والبلاد. هو أيضا البابا الكارز، مرة بيقول شاف المعلم بيعيط وهو بيروح بيقول لحن ايه اغابي ليه، في الحته اللي بتقول ان هو على ليبيا نمتي ليبيا نمنوبيا، قال احنا ما عندناش حاجات في ليبيا واهتم ان يكون لينا كنايس في ليبيا. وبعدين قال طب ما عندناش
في أمريكا اللاتينية ساوث أمريكا، فبعت أساقفة ودلوقتي بقى في كرازة، وبعت في أفريقيا وبقت كنيستنا انتشرت في كل العالم. هو البابا الكارز، هو البابا الشاعر اللي كله مشاعر وحب. مرة وتواضع، مرة كنا قاعدين وعايزين نرسم أخي اللي هو قس بشوي في كندا، بنقول عايزين نرسم سيدنا واحد كاهن معاه، وجبنا هذا اللي هو أبونا حاليا معانا أبونا دانيال بيخدم معانا في نيجيرسي حاليا. أنا قاعد جنبه لقيت البابا بيقول أنا تحت أمركم، قولوا لي بس عايزين إمتى. هو قال تحت أمركم، وأنا عارف إن هو كان في ذلك الوقت تعبان وعيان، وأنا ما قدرتش أستحمل نفسي خالص. بابا يقول أنا تحت أمركم، طبعا بكيت أنا ورحت مش قادر أقعد، رحت خارج، وأنا خارج رحت كان بيمشي بعكاز في ذلك الوقت، رحت شايط العكاز وأنا خارج، يقول لي لا 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 تسكيت تسكي. فساعات كان الواحد يقف مش عارف يرد ازاي من كتر التواضع والمشاعر والحب. وده أبونا البطرك. في المشاعر برضو تفتكروا كلكم أو كتير منكم في جناز أبونا بيشوي ديمتري لما بكى بكاء شديدا وأبكى الجميع، كلنا اللي واقفين ايه ده، لدرجة ان قلت انظروا كيف كان يحب على السيد المسيح يعني والعازر. هو ايضا البابا المضطهد، يعني القديس أثناسيوس نفوه 4 مرات، وفي المرة الخامسة الشعب وقف ضد اللي عايزين ينفوه. فهو بابا مضطهد وتحط في الدير تحت الإقامة الجبرية لمدة 40 شهر، ولكن شوفوا انتقام السماء قبل 40 يوم كان الرجل اللي حطه في الدير في تحت الإقامة الجبرية كان مات. وعشان كده يقولوا له يا فلان يا بابا شنودة يا مكرم يلا عدوك مات متخرم، تخرموه من كتر الطلقات اللي فيه، عشان بس اللي هو بيفكر ان هو يمد ايديه على الكنيسة ده مش قد ربنا. عايز احكي لكم فهو ايضا البابا المرح، يعني مش بيديك صورة كئيبة عن التدين ان هو يعني بكآبة الوجه يصلح القلب، لا كان دايما برضو يحب يقول فكهات وحاجات كده. فمرة قلت اقول له نكت، قلت له سيدنا كان لسه جاي من مصر واحنا مستنين بقى عشان الشنط وكده وبقيت الأساقفة بيعملوا، قلت له سيدنا اقول لك نكت. قال لي ايه؟ قلت له مرة واحد راح يتقدم لوحدة، فهو بيبيع مخللات وحاجات كده هو، فبيسألوا انت بتشتغل ايه؟ قال لهم انا ببيع قطع خيار، بدع قطع غيار يعني قطع خيار عشان مخللات. قال لي طب اقول لك انا واحدة، هو كان على طول تقول له حاجة لازم يقول حاجة شبيهة يعني. مرة واحد راح يتجوز فبيقولوا له ايه؟ انت بتشتغل ايه؟ قال لهم انا جزار. قالوا له يا هذا انت تمام، وراح على طول طبعا ممشين الجوازة. بعد الجوازة مش لاقيين حاجة، فقالوا له جدع انت مش انت قلت ان انا جزار؟ قال لهم ببيع جزر. فشوفوا على طول تقول له حاجة يرد عليها بحاجة سيميلر على طول. المهم يعني عايز اختم بقصة برضو حصلت معايا ويمكن ما سمعتهاش مش فاكر قلتها ولا لا، على القرعة الهيكلية. انا عارف ان هو كان في احد المطارنة متنبأ بأن يوم بابا شنودة ترسم راهب قال إن ده البطرك بتاعنا ترهبن النهاردة، فأنا حبيت أشوف القصة دي حقيقية ولا مش حقيقية، قلت يمكن الأقباط مطلعين أو إحنا بنطلع حاجات كده هوت وتنتشر ممكن ما تكونش حقيقية. يقول سيدنا الوقت في قصة منتشرة، هل قداستك فعلا في الأب المطران ده اتنبأ بأن قداستك هتبقى البطرك في يوم رهبنتك، يعني 17 سنة قبل الرهبنة خدوا بالك، فبيتنبأ. قال لي أيوه، ورح أضاف القصة الآتية. قال لي مرة وأنا رايح من السريان رايح البراموس، فكان المطران ده قاعد مع مجموعة من الرهبان والشخصيات يعني، فراح سلم عليه وكمل طريقه، فراح شاور لهم قال لهم ده اللي هيبقى البطرك
نفس المطران ده، قالهم ده هيبقى البطرك، كان ربنا يعني كشف له مديله شفافية. فأكد القصة وزود قصة تانية. مين كان قاعد معنا في القصة دي؟ أبونا بطرس جيد ابن أخي البابا شنودة. فقلت، فأنا قلت البابا شنودة وقدستك عرفت القصة ديت بعد ما بقيت بطرك ولا قبل ما بقيت بطرك؟ راح بصص لي، ايه يا أمبا ديفيد انت عايز تعرف كل أسراري؟ راح أبونا بطرس بيقول له سيدنا أمبا ديفيد عايز يوثق القصة، مرضاش يقول بس يعني على الأقل أنه أكد أن القصة دي قصة حقيقية. يعني دي كده شوية نوتس كتبتها وأنا بسمع، لكن القصص لا تنتهي مع البابا شنودة. وأنا أشكر ربنا قوي، أكبر بركة خدتها في حياتي أن تلمست على إيه تحت رجلين قداسة البابا شنودة 12 سنة هنا في أمريكا، وطبعاً قبل كده في الدير، وقبل كده من خلال كتبه. أول مرة يجي لنا كندا سنة 1989، صحيت بدري قوي، رحت أول واحد الكنيسة وطلعت فوق في البلكونة، قلت أنا مش هلبس الشماس، ليه؟ عايز كده أتفرج على البابا وأول مرة أشوفه. وقال العزة عن التناول حافظها لغاية النهاردة، كل مرة يوم خميس العهد لازم أقول نفس العزة دي، حفظتها من يوميها. وكنت متمتع قوي بأن أنا شايف البابا، مش عايز بقى أنشغل ولا ألحان ولا عايز أشوف البابا كده واتمتع. لما رحنا الدير كان معايا مين؟ نيافة الأنبا كراس اللي هو كان هنا في نيوجيرسي حاليا في بنسلفانيا. فكان البابا شنو ده لما يجي لنا الدير كنا احنا الاثنين إخوة، يفتحوا ويحب بقى هو الايه، كان عنده كلاب صغيرة كده افتحوها تقعد تهوى، ومن هو في الهكرية على بعد كم كيلو من الدير الظاهر بيسمعوا صوت مطور العربية ولا ايه، على نعرف ان البابا شنو ده جاي، يطلعوا يفضلوا بقى ايه يتنططوا بقى وفرحانين وهو يحب يلعب معهم كده. وبعدين اروح انا اخدين مرشدير انا والانبا كراس ونقف بعيد ونتفرج كده، تقول له صدق مش فاكر حتى كان اسمه ايه وقتها، تصدق انت عارف ده مين؟ يقول اه، يقول له ده البابا شنو ده، يعني حاسين بقى ان ايه. وطبعا ايه انا بكلمه كده باصص، بس بكلمه من الجنب كده، يعني ما انا مش عايز ان انا البابا موجود وانا بكلمه، يعني فرحانين قد ايه ان البابا البسيط اللي هو الانسان البسيط جدا اللي هو يعني. وبالمناسبة موضوع الكلاب دوت على فكرة كان دايما يقول ايه، you have to have means of recreation. recreation يعني ايه؟ كل واحد عنده stress معين في حياته، فكان يقول recreation يعني اعادة خلق. لو الانسان ساب نفسه تحت الضغط هينفجر من الضغط، فلازم يبقى عنده طريقة to recreate. هو كان لما يجي الدير بيعمل ايه الريكرييشن دي. قيل عن القديس يوحنا الحبيب ان كان بيلعب مع عصفوره، ولما سالوه ليه لهم زي النبله كده اهوت لو قعدت شديدها هتتقطع، فلازم يبقى فيه نوع من الريلاكسيشن علشان التجديد فالانسان يقدر يكمل. اوعوا تسيبوا نفسكم تحت ضغط شديد يتعبكم. فشوفوا وانا بكلمكم على قصص تيجي في دماغي عنه، قصة بتجيب ساعات الناس يقولوا لي قول لنا قصة، قول لهم مش فاكر، لكن أول ما ابتدي ما بعرفش أبطل. يعني كان مثلا يقول البراد، عارفين البراد لما يقول هو براد ده بيسخن المية تسموه براد ليه المفروض؟ مرة دخل الأسانسير، بس أسانسير ينزل تحت في المنجم، يعني قال لا المفروض نسميه دي سانسير، مش لأنه بينزل مش بيطلع. يعني حاجات كتيرة، حاجات جميلة، لكن ذكريات نشكر ربنا عليها وانتوا اللي اخد منه بركة. على فكرة قلت لكم في القداس ده صليبه ودي عصايته، تاخدوا منها بركة وفي هدايا هتتوزع عليكم النهاردة. عايز اشكر فريق العمل اللي هم تعبوا في التحضير لهذا اليوم، بنديهم very big hand thank you الاباء. ممكن لو ممكن ابونا مرقص نقف بس الاباء اللي جهزوا اللي حضروا يقفوا بس الاباء اللي جه اللي حضروا معلش، يعني ابونا مرقص وابونا رفائيل
وابونا انطونيوس وابونا مينا وابونا ماكاريوس وابونا اسحاق من كونتكت ومشي ابونا مايكل وابونا يوسف. ثانك يو ابونا يوسف وابونا انطونيوس عشان هم كانت الكنيسه هنا. شكرا لكم، ربنا يعوضكم. شكرا لكل الاباء اللي حضروا وشاركوا معانا، طبعا كتير مش عارف اذكر كل واحد باسمه. شكرا للكورال اللي رنم الترانيم، اديهم بيج هاند. شكرا للكشافه اللي هم حافظوا النظام، الكشافه بجيف ذم بيج هاند بليز. يوم الحد اللي جاي في ناس اتلخبطت قالت يعني انتوا عملتوا الاحتفال ما فيش احتفال يوم الحد. لا، جمعيه البابا شنودة بتعمل احتفال سنوي، يعني مش بس 10 سنين زي ما احنا عملنا، كل احتفال سنوي هيبقى في سان جون بابتست تشيرش 3026 كينيدي بوليفارد في جيرسي سيتي، وده هيكون من الساعه 4 مساء. نشكر برضو الاخوه والاخوات اللي هم تعبوا في الاغابي، الاغابي اللي اخذنا الاغابي بعد اللي غزونا وعزونا. وشكر خاص لقداسه البابا توادرس في اللي مشاركته معانا بالفيديو لما رحت مصر، قلت له سيدنا عاملين احتفال للبابا شنودة ما تاخرش ابدا يعمل لنا الفيديو اللي سمعناه ويفرحنا بانه بيشارك معانا في احتفالنا. ربنا ينفعنا ببركة صلوات قداسة البابا شنودة وبركة صلوات قداسة البابا تودروس، ربنا يديم حياته ورياسته. لإلهنا كل المجد إلى الأبد، آمين. طبعا ما فيش شكر بعد شكر سيدنا، لكن احنا بنشكر سيدنا أنه سمح لنا نستضيف الليلة الجميلة دي، كلنا فرحانين واتمتعنا بتشريف سيدنا وتشريف أبائنا، ويعني بركة كبيرة أن كل الأباء دولت يباركوا المكان ويباركونا كلنا، وفرحنا كلنا بالتذكار بتاع قداسة البابا. ربنا ينفعنا بصلواته، ونشكر أبائنا تاني. بعد ما نصلي هيبقى في 2 من الأباء واقفين ورا عشان هيوزعوا الكتاب، في كتاب هدية وجواه بوك ماركر. هستأذنكم نطلع بس بنظام، وبقدر الإمكان العيلة تاخد كتاب عشان يكفي. هيبقى في 2 أباء واقفين يمين وشمال، هنطلع بنظام بعد ما نصلي. الاباء اللي هيوزعوا ممكن يستنوا بره على الباب عشان بعد ما سيدنا صرفنا بسلام. سيدنا نفتك هتسلم على الناس، نفتك هتسلم على الناس، يعني اقف بره عشان عايز ياخد بركه. نفت لما ديفيد هيبقى واقف على الباب بره بعد ما تاخدوا الهديه من الاباء، اللي عايز يسلم على سيدنا وياخد بركه، بس برضو نتحرك بسرعه عشان ما نعطلش الطابور. امين الليل ويا دوكسا باتريك ايوكي che sto sia una stonio non ha mintino ci vuole fgoi ci so sbecchere in aria con nemmene unemmene gocce ten sotto in genenno stiamo no una in anna che ci tcheri se mui sistemi tu ui vintemil ci sentimi tullo in te beno gna te ma so sa vica di et sot bente davi ti so veiente solo Bibni maraklitum vita vijenni apostolo Sipxoj sebe arivor Kherim ebtahu erat Fim biliyot ebtahyot Arsheref papa abata vadros Nim biliyot ebiskobos Afata vijenot entel Veta groe jennu esro Han mishirrum binim Han siyo enhini Kon entef sebe yo ennu Gaji tiru sabi sitinu Echalav genko Tova Christos erie gontif keni novinani volchin uiri galavitni Shinnai krieleis on krieleis Kiriev logis on aminis mueron is mueroi Simitania unievul goem biesmo Ya taraf, ya Rabbana yasalun yaman samana 40 yom 40 Iqbal ilik sawun aqbal أعطينا حياة كمال المسيح يرضي كما قم نحن نخدوه بطهارة بالكرة الأيام حياة بالسؤالات وطلبات ترفعنا كل حين وليت إلى طهارة قديسة مريم كافة مصاف السامين رؤية السهل أباء والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين والصواحين والساق متعب الله بالصليب ومبين عذر حكم أكبر قدس بركة ملكة اليوم المقدس والاسم مياجالي ميخائيل قديس عظيم محمد عمدان قديس عظيم مريم مرقس قديس عظيم أبنوب القديس عظيم
أبا أنطونيوس، بركة الصوم القدس، بركة أعضاء طهارة مريم أولا وآخرا، بركتهم المقدسة، هباتهم، معونتهم، محبتهم، شفاعتهم، ورحمتهم، فكون معنا كلنا بكريستوس بنوتي. آمين. استشهد يا ملك السلام، نحن سلام قرر لينا سلام، اغفر لك الملك والقوة والعز والبركة للأبد آمين. وجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، يقدس اسمك، لا يأتي ملكوت، وتقل مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من شر المسيح ربناكم. الآب ونعمة ابن وحيد ربنا ولا مخلصنا سوى المسيح شركته، أعطيت روحك وستكون معكم، امضوا بالسلام، والسلام الرب يكون معكم ومع روحكم.